انا عملت ايه وربنا انا مظلوم. انا عارف مجرجرين هنا ليه، انا ما عملتش حاجه ابدا. وادي وده مين دي؟ انا البريء. المعلم شيحه صاحب مطعم يا اخوان شيحه يا فندم. طب اتفضل انت. حاضر يا فندم. بريء من ايه بقى يا معلم؟ والله العظيم ما اعرف، انا لا مؤاخذه قاعد جم جرجروني وانا بريء. ثلاثه بالله العظيم انا بريء. طب قول لي يا معلم. نعم. انت بقى تعرف الجماعه دول؟ الله، وانتوا؟ اهلا اهلا اهلا، يا مرحب يا مرحب، والله الحمد لله على السلامة. ده انتوا نورتوا الاسم. المتهمين دول بيقولوا انهم كانوا بيشتغلوا عندك في المطعم، وانهم كانوا ساكنين في بيتك في اوضة فوق السطوح، وبعدين انت بقى طردتهم من الشغل ومن البيت. قلت ايه انت بقى؟ اعمل ايه يا بيه من غلبي؟ ازاي يا معلم؟ حضرته ما يوصلش ايها طبق خضار للزبون الا لما يكون لاقي في نص اللحمه اللي فيه. مين انا؟ اخلص انت. لا ويا ريت على كده وبس، اللي حضرته مسميني في الحته المعلم حساله بالنسبه للمتسخ. طب هم مجرجريني على غفله دلوقتي. طب ذمتك انا متسخ يا بيه. معلش يا معلم كمل. وبسلامته اول ما يشوف ايها واحده ست سوى في المحل سوى في الشارع حاله يتلخبط خالص ويبقى عايز يفضل يزقلها على طول. اوعى تقول انا. اخلص انت. فاهم لي نفسه روميون حضرته، مع اني ومقام الحسين انا لو كنت واحده ست وهو الراجل الوحيد اللي مفيش غيره في الدنيا كلها لكنت اقتله وعيش ارمله. طب والتالت بقى يا معلم؟ ده بقى عامل لي نفسه فتوه، ايوه زبون يتكلم معاه نص كلمه يقوم ماسك في خناقه على طول، واول الخناقه ما تلعلع وتبقى الحكايه جد يقوم حاطط ديله في سنانه ويقول يا فتيك وانجاب انا فيه. اخلص انت. انما عدم المؤاخذه انتوا ماسكينهم ليه؟ اخلص انت. في الواقع يا معلم هم لسه بقى ما اعترفوش بالجريمه لحد دلوقتي، انما انا بقى بالخبره والحنكه الجنائيه اللي عندي مع شويه الفتاكي على شويه المفهوميه قدرت افهم انهم كانوا ناويين يسرقوا تمثال من احد الميادين العامه. وشرفك يعملوها بيه، دول قليل ما سرقوا الميدان ذات نفسه. كانت تبقى مصيبه والبلد مزدحمه. وشرفك انت، دول قرود ومجانين وسفاحين كمان. ما هو ان كان عليا انا بقى يا معلم انا مصدقك، انما حضره الضابط لسه كان هنا دلوقت وعرف الحكايه كلتها فصعب عليه، فقام كلفني بقى انا بصفه الضابط النبطشي بتاع النقطه زي ما انت عارف علشان اتوسط لهم عندي جنابك علشان تسامحهم وترجعهم الشغل تاني. فقلت ايه؟ هقول ايه؟ دي طلبات البيت ظابط اوامر، والمعلم شيحه لا ممكن يرفض طلبا. تشكر يا امير يا سلام، او كده المرجله تيجي. انما بقى عدم المؤاخذه يعني لو ما استقاموش وارتجعوا وساقوا العوج تاني تطردهم بلا رجعي، واني هكون وراك البك جراوند واحميك بكل قوه. خلاص يا بيه. ولا يهمك. عاشور ابو ملايه. ابو دلايه. دلايه. اتفضل يا اخوي. منصور المستيحي. منصور المختشي الدغبشي. اتفضل يا اخوي البطاطي. ايوه. محظوظ السعيد. انا. ودي دي بقى يا اخوي اللي جوه البطاقه. دي ورقه لوتريه. ابقى جابني يا اخويا لو كسبت. اصل ما بتشويش فاكر نفسه محظوظ وسعيد بحق وحقيقي. قدامي. ما يصحش يا معلم ودي تيجي. انت الاول. ليديز فيرست. المقامات محفوظه يا معلم. شايف يا بتشويش؟ عاملين امره وطيبين قدامك عشان يخدعوك، انما وربنا دول قرود ولاد جنيه كمان. نهايته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. السلام عليكم يا بتشويش. انت مستني ايه؟ مع السلامه. روح ربنا يقويك عليهم. خد هات الله عيني. والله العظيم المعلم بتاعنا ده راجل مفتري. هو بجد مفتري، لكن ليه؟ ما سمعتوش وهو بيقول الشاويش عمري ما ادي لحمه لزبون الا اما لها في نصها. يعني انا اللي ببصبص للستات؟ ايوه انت فيك الداء الوحش ده. انت راخر بتلعب في ثلاث ارباع اللحمه. تعرف انا محظوظ؟ انا كان نفسي ابقى موظف كبير ويبقى عندي البتاع ده اللي اسمه التكييف، واكون نايم كده على المكتب اقرا جورنال واجي اول شهر اقبض
واملى جيوبي فلوس ومروح. والله فكره. تيجي نعملها يا عم. لكن ازاي والواحد ما معهوش رخصه؟ رخصه ايه؟ شهاده يا مغفل. من فضلك ايه؟ اتكلم من غير ما تشتم الاحسن وزينا بتاعها. تشتغلوا وتسكتين من قرفنا من الدنيا واللي فيها يا جماعه. اه دي عيشتنا ولازم نرضى بيها. الله، الشاي بالحليب عشان خاطر عيوني الحبايب. اهلا، احنا بنتعبك معانا قوي يا ست ام حنظله. يا خبر ابيض، شاي ميزه لكن ايه الشاي يا اختي؟ ما تقول حاجه، اي حاجه. ها الشاي عجبك؟ كويس يا سم. وبعدين بقى احنا هنلبخ، وادي الشاي بتاعك اهو. اتفضل يا مصيبتي. يعني على بختك المقنديل يا ام حندوره. هات شاي انت. ما تزعليش يا ام حندوره، اصله بينكسف. ولا يهم، بكره ان شاء الله يخلطش في مخه ويتجوز. يا ريت. يا عاشور. ابا مرسي. يلا ادخل انا هقعد احسن معايا البعناد. ابا مرسي. الله، هو اللي هيزعل تاني. الساعة 2 الطلب يكون جاهز. مع السلامة. يلا انت وهو هم شويه. فتح يبش، حطوا الحلل دي وتعالوا هنا. بصراحة ربنا كده، انتوا عارفين ان حال الشغل مش زي الاول، والزباين ما بقتش اكيله زي زمان. يعني بالمختصر ما بقاش في مكسب. ازاي بس يا معلم؟ ده المحل دايما مليان على اخره. يعني انا كداب؟ العفو، انا اللي كداب. خلاص، انا لما اقول المحل ما بيشتغلش يبقى المحل ما بيشتغلش. ما بيشتغلش يا معلم، ما بيشتغلش. صادق يا معلم، ده حتى الواحد بيبقى صعبان عليه المحل وهو فاضي. عال قوي، وما دام انتوا عارفين كده يبقى لازم نعمل تخفيض في مهياكم. تخفيض ايه يا معلم؟ ده كل واحد فينا بياخد 6 جنيه يا عمي. نخليهم 5. حلو. حلو. ونخصم 1 جنيه بدل سكن يبقى 4. حلو. ونخصم كمان 1 جنيه بدل اكل. اكل ايه يا معلم؟ احنا ما بناكلش بالمحل. قال ما تاكلوا، حد حاشكم الاكل مرصد جوه. ما هو لو كلنا هنروح للدكتور، والدكتور عايز فلوس، والفلوس عند المعلم. قصدك ايه؟ مانيش فاهم. خلاص خلاص يا معلم، سيبك منه، احنا موافقين. طب خلاص، حيث انكم موافقين نخصم كمان. نخصم ايه تاني يا معلم؟ ده شويه شويه هندفع من جبنا. كفايه يا معلم، كفايه. طب كفايه كده بقى مؤقتا، احسن الناس تفكر ان انا استنهازي. استنهازي؟ لا العفو، بلاش غالي، بخش في شغلك تهو. يلا. طيب شوف شغلك. لازم اوديك الايه؟ اوعى تسيبه يا حاج. حضرتك ابو عين مفتوح عاوز يسرقني. ايه يا جدع اهو؟ الهادي عاوز يسرقني. هو انت؟ تعالى. طيب انا هسيبه بنفسي، وانت بعد ما شطب المحل بمر عليا في القسم عشان اقفل المحضر. انا معانا المؤاخذة، حضرتك مين؟ انا ظابط مباحث. اهلا سعاده البيت مباحث. اهلا وسهلا. انت بتشتغل جوه عشان خاطر عيونك ايه؟ حاسس كان محسوبك المعلم شيحه ساعه بطان شيحه. عندنا كوارع وكباب وكفته وحمام وكفه شيء. اهلا وسهلا. ما تنساش تدعي في قسم. حاضر. يلا دم يا ريت اهو. يلا دم. خلاص يا حاج، الحمد لله ربنا ستر وجات سليمه. ما تخافش عليا، انا مفتح لهم المحفظه. سرقوني يا حرام. برضه لطش المحفظه كده. كنت هطب يا خرع. معلش حرامنا يا معلم. جت سليمه يا معلمي. خلاص الواد ده ما بقاش ينزل السوق تاني. انا خايف المره الجايه هو اللي يتنشي. غصب عنه يا معلم. مفيش حاجه اسمها غصب عنه، صدق بالله. الواد ده لحد النهارده ما جاب اتعاب المحامي. البركه فيك يا معلم. ما هي المصيبه ان الواحد قلبه طيب وبيراعي ربنا. انعم واكرم. تقدر تقول لي لو ما كنتش معلمهم مهنه هيتعيشوا منها كانوا كلبوا وشربوا منين؟ كله عند الله يا معلم. ما هو ده اللي مصبر الواحد. يا رب اني اسالك العفو والمغفره. اتفضل يا معلم. نوسه 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 نوسه، مرحب بالحلوين. مرحب بالوحشين. اخاف من الصواريخ. طب ابعد تتعود. انا قابل بس هودين. في ايه يا معلم؟ تشتغلي معانا. ما كانش يتعاد. اسمعي بس. ايدك لك سارها. الله، هي عافيه. لا جدعانك انت بلا. تعدي
نوسة. صباح الخير يا أم. صباح الفل. خير يا اختي الله أمك عنه خير. رجعت بدري ليه يا نوسة؟ إلا فندي جوز الست مال نزلوا الصبح يروحوا الشغل هاي. وانا لسه هاخد ودي مع السحوم ولقيته طب عليا زي العمل الراضي. قالوا ايه عايز يعمل معايا غراميات مع ان مراته ياما وحياتك زي القمر. ما هو في يا بنتي رجاله تستاهل قصر العبيد. وانا سكت له ده انا دشدشت سبحون على نفوخ. ما هو لو كنت تتهدي وتسمعي كلامي كنا ناكل الشهد وترتاحي من الخدمه في البيوت. ما هو ناشل مش حانشي. مش هتنشلي وبعدين معاكي بقى الله. قال مش عايزه تمشي الان. امال محفظه مين دي يا اختي؟ محفظه ونايا. يا لهوي وده حد يقدر ينشيله؟ وما نشيلوش ليه؟ الفلوس فلوس ابونا. انت خايفه منه على ايه؟ ده راجل خيخه. ايوه يا اختي. امال انا مستعجل مين؟ على المعلم. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بسيد المعلمين. يا ارض احفظي معاليكي. بسم الله ما شاء الله. اتفضل يا معلم احفظ. مش قاعد يا ندمتي ليه؟ كف الله الشر في ايه؟ يا ترى المحفظه بتاعتي ما جاتش عندكم؟ كانت هنا ومشي. بالذمه مش حرام عليك الايدين اللي زي القشاط دول تدوبيهم في بيوت الخدمه؟ ايدك انا حاره. ما تعقليها يا معلمه. وحياتك يا اخويا غلبت وغلب غلبي معاها. ما هو بصراحه كده انا مش ناوي ادفع لكم فلوس تاني. اللي عايز يعيش لازم يشتغل. كله من خير ابويا. كل شيء ولو اخر. ما تروق يا معلم وهي باذن الله هتتهدي. العيال اهم. وانفضت راكبه دماغها يا معلمه. يبقى عندك العيال الصغيرين تحت امرك، ان شاء الله تاخدهم من دلوقتي. محدش هيهاوب ناحيه العيال. ايه؟ عافيه؟ سميها زي ما تسميها، لكن بالله العظيم اللي هيهاوب ناحيه العيال هسيح دمه. هقاو هقاو. انت قاعد انت خدامك علي بس سريع. خد الحتتين دول وديهم على المكتب بتاعي، ومن هنا ورايح مفيش سكوله. من هنا ورايح اخواتي مش نازلين. لا هينزلوا. امشي اخرج بره. انت بترفعي عليا السلاح يا بنت؟ بس مديتك عيب يا نوسه. اخذي الشيطان يا بنت. مالكيش دعوه انت يا اما. اتحرك يا خيخه. اتحرك ازاي يا معلم؟ ده فيه ده سلاح وسلاح شاطر يا راجل. فيا بقول لك امشي جرب من قدامي. ارمي اللي في ايدك يا بنت. بس مديتك كده يا نوسه. طيب ان ما ربيتكم ابقى احلقه. اجيب لك موت. وقف امشي جرب بره. بس من اجل ابونا يا نوسه هفضل معاكم لاخر يوم في عمري. لحد ما تبقوا مهندسين ودكاتره قد الدنيا. طوعني يا بيه. شربة الكوارع عافيه لصحتك. يا اخي انا حر. لا مش حر. لا حر. حر ده ايه؟ الله دي حاجه غريبه قوي يا اخي. ايه يا حاضر؟ انا طالب شرب الفراخ، الاخ جايب لي شرب الكوارع. الله ما جبت له شرب الفراخ اللي هو طالبها ليه؟ وانا عاجبها فراخ. لما هجيب له شوربة فراخ بالحالة دي يا بني ادم تجيب له شوربة الكوارع لانها شوربة فراخ، وساعة ما يطلعوا انت ما تندهلي. اسمك انت محظوظ يا فندم. انت محظوظ يا فندم. انت محظوظ يا فندم. خير يا دودو؟ هو خير وبس. ده ألف خير في بعض. الورق اللي خدتها مني امبارح كسبت بريمو ال 1000 جنيه. 1000 جنيه. 1000 جنيه. 1000 جنيه.
محظوظ مات عجوز. يا لهوي يا لهوي على ملة بختك يا ام حندوره. والست هانم تبقى قربته؟ هانم مين؟ انا ام حندوره. الست ام حندوره تبقى قربته؟ وحياتك يا اخويا بقالي سنه عمال اكبره واسمنه. عشان تذبحيه؟ لا عشان اتجوزه. يقوم يطلع خاين زي المرحوم جوزي الاولاني، يموت قصادك كده ويخلى بيا. معلش اسم ونصيب بقى يا ست ام حندوره، يبقى جوزك ويقسم لغيرك. انا قلت يا حيطه الدارين انا والواد حندور. والمصيبه ان انا لسه النهارده الصبح غسله له بنطلونه بايديا دول. بنطلونه صحيح. والبنطلون فين دلوقتي؟ فتش 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 من البنطلون. البنطلون فتش فتش فتش. ما تدور كويس يا محظوظ يا فندي. انتوا بتدوروا على ايه؟ ام حنطوره. كان في ورقه بجيب البنطلون قبل ما تغسليه، ما تعرفيش راحت فين؟ خد الورقه كله يا اخويا الواد حندوره وعلقه في ضل الطياره. طياره؟ يبقى روحنا في داهيه. ايوه انتوا مستربعين على الورقه دي كده. اصلها ورقه لوتريه كسبانه البريمو. انت كريم يا رب. دلوقتي المهر جهز والعريس ملوش حجه. امل حياتي يا حبي غالي ما تطريش. تعال تعال تعالي. هجيب لك غيرها، هجيب لك خمسة غيره مع حنطورة. يا واد يا حنطورة، انت متنيل على عينك يا ولا. اسمع الكلام. حمد ايه؟ اسكت يا ابني. يا ابني شوية صغيرة. ثلاثة بس. 30 مش 3 40 50 5 6 60 70 70 لسه 75 70 70. هات عندي بقى شوية. هات عندي. لا طب هات. استنى اشيلهم انا. 990 1000 ما تشيلوا معايا. باش انا. لا 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 عيب عيب عيب. ياخ سيادتي لمندوبي وكالات الأنباء العالمية في المؤتمر الأسبوعي، فقال: أحب البلد وأموت في البلد يا واد حلو الطعم يا جميل يا جميل يا جميل. و
وهنا تشجع مندوبنا وسأله عن الجملة الخالدة التي يرددها كلما تقلت عليه محبوبته، فقال: طلعت أحب نزلت أحب لقيت اللب أزأز دب، طردت اللب وكلت الدب وفضلت أحب وأموت في الحب. وسع للطعم. تعال هنا قول لي ايه اللي ركبك الاتوبيس ده؟ يا اخي ما كلها اتوبيسات. بس ده ما ينفعناش. ينفعني انا، يعجبني انا، يريحني انا. الوضع جراله ايه؟ انا عارف يا اخي. يا اخي الناس جرالها ايه؟ ما بقاش عندها ذوق ولا احساس ولا انسانيه. شايفين الست واقفه وبطنها مليانه، مفيش حد عنده ذوق يقف ويقعدها. طب وانت مالك يا اخي؟ مالي ازاي؟ دي مراتي. بقى القوية الطعمة دي تركب في الزحمة والبابي. لو عندي طارة لركبتك طيارة جميلة. يا جميل انت يا طعم يا زريق. سلامتك على الشر. لا مؤاخذة. فضل يا اختي عليها وعلى طعمتها وحلاوتها. تعال هنا رايح فين؟ ايه مش بتقول الاتوبيس ده ما ينفعناش؟ لا يا حادي انفع. ينفعنا وكلات الأنباء. باي مفيش رحمة مع الأصناف دي خالص. طب والنبي يا أخويا خليك حنين شوية على سمحزوز، أحسن ده أنا وليا غلبانة وكفاية عليا جوزي اللي راح. أنت فاكر إنه هيتجوزك بصحيح؟ أمال إيه؟ أوي بيقابليني ده ابن جنية. بونسوار مدموزيل أم حمصورة. بونسوار يا أخويا ورحمة الله وبركاته. يا أختي أرض احفظي ما عليك. على فين يا أخينا أنت وهو؟ سمعت حاجة يا عاشور؟ أنا ما بفتكرش. وأنت يا محظوظ؟ سمعت كده زي ما تقول خرفشة فران. بقى أنا صوتي خرفشة فران؟ عليا إني أعمل أكون مشرحة. خد نفسك يا معلم وشوف بتكلم مين؟ أكون مين يعني؟ أيوة لازم تعرف يا بتاع أنت إن إحنا نقدر نشتريك ونشتري خمس مطاعم سامة من بتوعك. أيوة ويكون في علمك إن إحنا ساكنين في بيتك من باب التواضع بس. أما تبطلوا تواضعوا وتعزلوا. أما يجي لنا مزاجنا. انت زي مش عارف ان في البلد في قانون بيحمي بهوات المستاجرين الكحيطه زي حالتنا. خلاص ادفعوا الاجار وكم مقدم كمان. فضل فضل جوه، خد الايجار بتاعك على الصرمه القديمه وفوق 10% بشيش. فضل 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 فضل. فضل 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 فضل. قاعد. ايه رايك يا عاشور بيه انك تروح تشتري لنا ثلاثة غدا من المطعم بتاع ال قصدك من المطعم بتاع الراجل ال بتاعه بالظبط بالظبط يا عاشور بيه. اهو النفع والسلام. تعرف يا منصور بيه انت وعاشور بيه. انا سمعت انه عامل ابوني مع الاسعاف لنقل المصابين من الزباين بتوعه باسعار متهاوده. مش معقول. لا انت بتشنع يا باشا. ازاي يا باشا ازاي؟ فتحوا له جناح في القصر العيني وكتبوا عليه لضحايا المعلم شيحة ابو كوارع. في بقى حاجة تانية عاوز اقولها لكم عن المعلم اللي بتتكلموا عليه ده. قول كل اللي في نفسك تقوله يا معلم شيحة. عايز تقول حاجة يا شيحة؟ حضرته ناوي يقدم في المطعم بتاعه لحمة بني آدمين، وعشان كده ناوي يخلص عليكو ويستفاد بلحمكو. يا خرابي الرحمة يا سيدي المعلمين. مفيش رحمة، في دم، في دم. مرحب بالرجالة. مش أنا والنبي يا عم. انت ايه اللي مزعلك يا شيحة باشا؟ وانتوا قرود. ايه رايك يا عاشور بي؟ احنا ما بنقصدكش، احنا بنقصد شيحة الاول. ايه ثم كنا بنهزر معاك. ايه ما نهزرش؟ ما تزعلش بس يا معلم. ايه اللي انت عايزه بس؟ ولاد الهرم دول بوظولي المحل. ادفعوا لي تعويض واجار الاوضه وادفعوا هم متحنطين كده. ادي له حسابه يا باشا على داير مليم وفوقهم بوسه كمان. اديله اديله. اتفضل يا سيدي فلوسك اهي. ديلو خد عشان تعبط. ديلو ايه؟ ايه يا باشا؟
حدي له فلوسه على الصرمه القديمه. طبعا مفيش حاجه. ايوه خليك معايا. استنى استنى افتكرت افتكرت. فين؟ هتاخد فلوسك مننا ان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله. منصور بيه انا اكتشل يا قلب نهار ابيض دول الف اهيف يا نوسه. انتي الخشب يا عم. لكن قوليلي كنت خايفه بيني وبينك في الاول كنت بترعش. ما هو دايما اول مره كده لكن بعدين قلبك هيبقى زي الحديد. ونبي يا امه عيب دمك في زمانها كانت معلمه قد الدنيا وابوك الله يرحمه ما كانش فيها خف من ايده. لكن قوليلي الزبون كان معصلك معاكي ولا كان سهل؟ بيني وبينك كان سهل. طلع من يقع من غمزه ويدوب من ضحك وعانها قبل ما انزل من الاتوبيس. كنت منفضه. ان شاء الله دايما اشوفك منظفه عبيده يا راجل. حالك يا امه. مفيش بعدين. هو ده كل اللي حصل. يعني انتوا اتنشلتم ورعت فلوسكم؟ بالظبط كده يا شويش. كيدي احب افهمكم بقى ان اني شويش مسجف، يعني من النوع اللي ما يندهكش عليه. هو احنا يا شويش ضحكنا عليك في حاجه لسه؟ هز خلاص منك لو. انا اقول لكم اصل الحكايه بقى. المعلم شيحي طردكم تاني من الشغل وانتم بقى مش لاقين حته تناموا فيه، فقلتوا نروح للشويش مخيمر ننرفزه بكلمتين يقوم يحطينا في التخشيبي. انتوا ايه فاكرينها ايه؟ اكنطي. لكن انا بقى بذكاوتي ومفهوميتي هفوت الفرصه دي. قلتوا ايه؟ قلتوا ايه؟ مع السلامه. مع السلامه. بره. مع السلامة. يوم في شهر في سنة تندل وراحت وتنام وعمرت يا سلام. معلش ربنا عوض عليكم مصيبه يا دودو. لو اعرف مين اللي سرقنا. ايه ايه بتعمل له ايه؟ قطعوا حتت. هي مفيش غيرها. هي مين؟ ما قلتليش تبقى مين؟ الحلو الاشقر. حلوة رشد. قصدك البنت بتاعت الاتوبيس. اول ما الاتوبيس فرمل حسيت بايدها بتنخبش في جيبي. ولما انت حسيت بايدها في جيبك سكت ليه يا غبي؟ كنت فاكر ان قصدها شريف. وبعدين بقى يا
لوالدك قال لهم في البيت. لا 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 طب انا عايز انا عايز ربنا يخليك يا سيد المعلمين، عايزين نعود الى العمل. احنا ملناش بركه الا انت يا معلم، احنا طول عمرنا خدامينك. طب كفايه بقى كده، احسن انتوا قطعتوا قلبي. يا سلام يا سلام، طول عمرك شهب والله يا معلم وشجاع. انسان انسان وانا زولط. ده عايز اسلم البهوات الشغل. اثبت انت هو الشغل جاي لكم لغايه هنا. لغايه هنا؟ ايه ده؟ ايه ده؟ خد يا هادي يا حبيب، خد يا هادي. كان زماننا بناكل ديوكرومي. ربنا يخرب بيتها اللي سرقتنا يا رب. بس لو شوفها مره واحده احنا لازم ندور عليها في كل حته لحد ما نلاقيها وناخد فلوسنا. بس انتوا ناسيين حاجه. ايه؟ احنا لازم نشوف شغلانه نعيش منها بدل الصياعه اللي احنا صايعينها دي. حاسب برايا ده سونور. ايه يا نوسه؟ انت هتحوا عليها قد انا عارف انت بتتكلم على ايه. ايه اللي ماشيك ورايا من الصبح؟ اوامر معانا ومن ايه. طب انجهر من هنا، مش ناقصين شبهه، وانا ليا كلام مع المعلم بتاعك. مع السلامه. مع السلامه. أنا الفيومي، 100,000 جنيه، عمارتي في بحر رمبيه، تليفون 8-98-145، بتواجد في البيت من 6-9 ومن 9-12، وبالعكس، وحداني والوحدة عذاب، يا عالم يا هو.
مالك؟ مفيش، أعصابي مضطربة يا ونيسة. بصي بصي من الحباب اللي بتشربه. يا شيخة حرام عليك، يبقى أنا شفت لها. بقول ايه؟ ايه؟ انت مش اللي دمك الشربات؟ ايوه النبي صحيح. طب مستنية ايه؟ ما تروحوا تشتريك دستة ولا اتنين. فيومي ده انت تتحسد يا اخويا. هو عيب الواحد يفكر في مراته حبيبته روح قلبه الأمورة الكلبوسة. يا راجل عيب اختشي، بلاش الكلام ده في المحلات العامة. هلا طب يلا بقى أحسن، والله العظيم أرجع في كلامي. تعال ورايا. أعصابي مضطربة يا ونيسة. بصي 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 بصي. اسمع. نعم. اقف استناني هنا عقبال ما ارجع، وياك تتنقل من مكانك. فاهم؟ فاهم فاهم فاهم. انا الفيومي 100,000 جنيه وعمرتين في محرم بيه، تليفون 898-145، بتواجد في البيت من 6 ل 9 ومن 9 ل 12 وبالعكس، وحداني والوحدة عذاب. انا الفيومي. يا صبر ايوب، تسمحي تاخدي الكارت بتاعي؟ وين المناسبة؟ على سبيل التعارف. حيب ما يصحش. والنبي صح. فيومي. الله يرحمه يا بنت، كان من اعز اصدقائي. تصوري يا ونيسة العروسة دي تطير ابوها مات. لا يا شيخ، وده يخليك تعيط؟ كان صاحبي حبيبي، ما كنتش اعرف الا دلوقتي. معلش يا عمي، ادي حال الدنيا. دنيا غداره ملهاش امان. انا ادي الكارت بتاعي اهو، اتصل بيا اذا عزت اي حاجه. حاضر يا عمي. يا دنايا يا مسكينه، البقيه في حياتك يا حبيبتي قطيعه. ميرسي يا طن. اتصل بيا يا بنتي ارجوكي، احسن احصل ابوكي. بعد الشر عليك يا عمي. اسم الله عليك يا حبيبتي اسم الله. وشها زي طبق البنور، طفله بريئه. دامي. مع السلامه يا عمي. الحاجه حلوه قوي. هما دول تقعدوا بيهم طول النهار؟ موسوم لغم والزبائن مقشفرين يا معلمي. حلو قوي، كل واحد راجع لي ايد ورا وايد قدام. جايين تاكلوا من التكيه؟ فاكرينها ايه؟ جمعيه استهلاكيه؟ ما ترد. سلام عليكم يا معلم. اهلا يا نوسه، اتفضلي استريح. مش هستريح الا ما تقولي بعد صبيانك ورايا ليه في كل حته. اصل سمعت انك نزلت السوق. ودي فيها ايه دي؟ لحد كده ما فيهاش. خلاص نبقى حبايب. طب بودي يا نوسه. لكن بقى في إشاعة تانية بلغتني. ما تنورنا عشان نمشي معاك في الموضوع. بيقولوا انك عايزة تشتغلي لحسابك. دي حقيقة مش إشاعة. يا نوسة أنا مصهين عنك علشان خاطر المرحوم والدك، خصوصا أنه كان معلمي، والمثل بيقول من علمني حرفا صرت له عبدا. وإحنا عتقناك، وريني بقى هتعمل إيه. هبنيلك أوضة على حسابي في أحسن سجن في الجمهورية، وهوصلك هناك بإيديا دول. نكتة دي يا معلم؟ دي حقيقة يا نوسة. ها حلوة، ساعتها يا معلم هنكون جامعة احنا والسامعين. سلام كده؟ طيب يا نوسة، يا نامت في الشغلانة دي. ايه اللبس الحلو اللي انت لابساه ده يا نوسة؟ حلو ياما قوي. وصل الشغل يوم تلميذة ويوم مريضة. ان شاء الله تتهني. مش ده المهم؟ هي. قال ايه؟ المعلم ابو نقاية بيهددني وبيبعت صبيان ورايا في كل حتة. سيبك منهم دول رمم. طب وديني وايماني انزل واخلي اللي ما يشتري يتفرج عليه. ملوش لزوم، احنا احسن حاجه نسيب الحته الفقر دي. مالها الحته يا نوسه؟ كل يوم كاسه بوليس واللي قاعدين على القهوه عمالين يعدوا علينا الخطاوي. وبصراحه انا ما عادش يبسطني الشغل اللي عالضايق ده. نعم، انت هتتبطري بقى ولا ايه يا نوسه؟ ما قصدتش ياما. ما انا بتدافع ياما. الناس اللي بتركب الاتوبيسات دي ناس غلابه، عايزه اللي يديها، واللي تلاقي معاه قرشين تلاقيها سالفهم ياما وصلهم لحد. انما في ناس تانيه ريحة الفلوس بتفحفح من جيوبها وبتصرخ وتقول تعال خدينا يا نوسة. ودول هتلاقيهم فين يا اخي؟ ما لقيتهم خلاص. فهمتك يا حبة عين امك من جوه، وده ايه اللي في ايدك ده؟
ده اول زبون هيعيشنا في العيد. تعالي في حضن امك، تعالي في حضن امك. انا مش مصدق ان احنا نشتغل في السيما والناس تتفرج علينا. يا ابني ولا رشدي اباظه، طول ما محظوظ معاكوا ياما هتشوفوا. انا هبقى اقطع تذكره كل يوم بثلاثه الساعه واخش اتفرج على نفسي. وانا كمان. التذكره دي يا جاي منك لو انت باعتبارك كومبارس قد الدنيا هيترجوك بتوع السينما عشان تيجي تتفرج ببلاش ونوفر ثلاثه ساعه للكشري. ايوه يا استاذ اتفضلوا. اتفضلوا اهو يا استاذ. ها فين سونيا؟ سونيا 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 سونيا. فاهمين هتعملوا ايه؟ فاهمين يا سعد بيه. من ناحيه تطمن. ايوه اصلنا موهوبين. ايوه قوي. نغني ونرقص وكله. لا ده 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 بس بس. اتفضلوا اتفضلوا. فين فين؟ خلي بالكم. ها فين الزفت؟ احمد يا زفت. ايوه استاذ. تعال يا زفتي نو. خلي بالكم المشهد ده. الست سونيا هتخرج من هنا كده اهو وهتمشي كده اهو. خلي بالكوا هتمشي كده اهو. هيهجم عليها الزفت كده. فين الزفت؟ ايوه استاذ. الزفت ارفع السكينه اهو. لا 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 يا ابني انزل بالسكينه اهو. ارفع السكينه اهو. ده راجل اهبل قوي. مش عليا. هات سكينه اهو. هات سكينه يا ابني. دي سكينه دي صاروخ. السلاح يطول يا ابني. اول ما هتشوف سونيا السكينه هتروح مصرخه كده اهو يا داوودي. مش قلت لك مخلول مخلول؟ تروح انتوا هاجمين عليه ومسكينه كده اهو. سيب الفانيلا. ده كله دوركم. مفهوم؟ مفهوم يا فندم. ها؟ مفهوم؟ مفهوم يا فندم. ايه ده؟ احنا في مدرسة. ست سونيا اتفضلي جوه. اتفضلي. وانت روح هناك يا زفت. خد الصاروخ. الصاروخ بتاعك. اتفضل ورا 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 ورا. هو ماله عصبي كده؟ استنى ما كده استنى ما كده. وانا بس موف اكشن. الحقوني يا اخواتي. ايه مخفيش؟ الحقوني يا لام. مين دي ياض؟ معانا في الفيلم؟ ايه يا عيب كلاكيت استوب. يا جسمي. يعني انت بقى ما لطشش المحفظه دي؟ انا النعمه شفتها لدلوقتي. امال لقيناها في جيبك ازاي؟ صدفه. بالصدفه صدفه. خلاص يا سيدي انت كمان تاخد لك كام شهر حبس برضه كده بالصدفه. اهو ده صن. خد يا عسكري على التخشيبي. وده برضه صن. خد قدامك صن. صن صن صن. صن يا ناس. اسكت يا حبيبي. الزبط يا حبيبي. يا كفايه منك لو ايه المساله؟ هناخد 5 جنيه في الدور ده. اما والله العظيم جاي من معصبه. بكلم مين يا جدعان؟ بكلم جوز خالتي شوش في مركز منوف. مع بعدين؟ حاضر. اتفضل يا ساعتي بيه استريح. اتفضل يا فندم. اتفضل يا ساعتي بيه. ايه واقف ليه يا شويش؟ ايوه معلش يا فندم ما يصحش يعني والله. ما تيجي تقعد تعالى. لا والله ما يصحش. تعالى تعالى. ما يصحش يا فندم. اقعد خلينا نعرف نتكلم مع بعض. اقعد. 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 في حاجة يا شويش؟
اصل الشبه مش غريب علي. متهيألي ان انا خدمت مع سيادتك قبل كده. جايز يا ابني. ظريف ظريف قوي الشويش ده. ظريف جدا. فين المعلم شيح هيجي يشوف كرم الضيافة؟ شيحي هو الدور في النجوم سابت مبطط من نفلوق. طبعا نزلك. ايه جراشوي ما انت كنت كويس يا اخي. اه ايه تشرف في حضرة الضابط بقى لابسين بيه ده الرسمية علشان تزاولوا بيها اعمال النصب والاحتيال. ابدا يا شويش. احنا جايين نأدي للبوليس خدمة خطيرة جدا. وايه بقى الخدمة الخطيرة دي؟ الراجل ده لسه خطير. حرامي محترف. سرق الست دي. وسرق منك ايه بقى الراجل ده يا ست هاني؟ سرق قلبي يا شويش. مليون المية. حاجة غريبة الحكاية دي. ليه؟ اصل المنطقة اللي اتعلقتوا فيها كلها رجالة مفيهاش ستات بيشتغلوا. كلهم وكالة؟ لا مين؟ يعني لازم في يد غريبة دخلت المنطقة من ورا المعلم. معلم؟ من ورا المعلم؟ قول لي. ايه؟ ايه البنت دي حلوة؟ أوي. تهوس. بنت الجنية. 1000 جنيه حتة واحدة. اسمعوا. نعم. ايه؟ شوفوا بقى. انا مريح هنا سنة ونص. كويس. فانتوا دلوقتي تروحوا للمعلم. تحكوا له الحكاية. واخد بالك؟ هو لما يعرف المبلغ. مش هيسكت. طب وده هلاقيه فين دلوقتي؟ حد يكون الاسم والعنوان. عنوان مين؟ وهنخرج من هنا ازاي؟ يا تخشيب على العيل. اتفضل يا سعادة البيه المخرج. ميرسي. مخرج. مخرج ايوه المخرج ايوه. استنى انا الاول. اكشن. من هنا يا سعاده البيه. من هنا. من هنا. محظوظ السعيد. بريء يا بيه. مظلوم يا بيه. مخرج انت جيت. افتح هذا الضابط. افتح هذا الضابط. خد انت هو هدومك ودي سعاده البيه هدومه. هربت ويت. الله يخرب بيوتكم بيوتنا. هي فين بيوتنا دي؟ ايوه اما تدول لهم بيت. انت دلوقتي بتدي عاد تخشيبي. سعاده البيه. نعم. احنا مستعدين نلبس ونخرج دلوقتي نكمل التصوير. تصوير؟ تصوير؟ لا انا ولا انتوا هنصور بعد كده ابدا. ابقوا شوفوا لي شغله معاكم. يلا بقى روحوا البسوا عشان تخرجوا. يلا نخرج. نخرج فين؟ نروح فين؟ ما يصحش يا شويش تديني ليه دلوقتي؟ قال احنا قاعدين نسليك لحد الصبح يا راجل. انتوا هتخرجوا ولا اعمل لكم محضر تشرد؟ لا مفيش لزوم. مفيش لزوم تتعب نفسك. نخرج. يلا نتمشى. اهو على الاقل نهضم العشر بتاع اول امبارح. يلا يا سيدي بقى. خلصوني. هدومي. لا الهدوم. لا دعوتك. حلمك. بلاش الحركات دي. ما العبوش الهدوم. على حلمك بس. نعم. على ما تشرب القهوة اجيبهم لك لحد عندك. قهوة؟ من الصبح عمال تقول قهوة قهوة يظهر زي الهدوم. اكشن. اتفضل. على فكرة هنعمل ايه دلوقتي؟ انا عندي فكرة. احنا نروح للمعلم ابو الايه ده ونترجاه شويه يمكن قلبه يحن ويرجع لنا قرشين من فلوسنا. لا نترجاه ولا حاجه. احنا هنهدده ونفهمه ان احنا نشالين كبار باسكندريه وعيب ما يصحش. ولاد الكار خنصاره من ضهره. وبعدين هيدينا فلوس على ضرب الليل. يا ابن الجنيه. لا ده جن على فكره. جن مصور. جن. يلا بينا. ما تخلوها للصبح. ليه؟ اصلا انا عايز انام. عنده حق. عنده حق. احنا دلوقتي مش فينا الكنطه ننام فيها. لا اسمعوا الهيلتون جنبينا اهو. لا لا يا عم انا اللوكندات بتتعبني قوي قوي. طب هننام فين؟ هننام فين؟ فين؟ انا عارف فين. Thank you.
مرحب بجدعان اسكندريه وزمايل اسكندريه. مرحب بيك يا معلم. والمعلم عاشور ماسك ايها منطقه في اسكندريه؟ لا معلمي، انا ماسك المزاريطه والطالع. والمعلم منصور؟ انا بقى ماسك الازاريطه وناس. والمعلم محظوظ؟ انا بقى زي ما تقول كده طالع نازل. حلو، يعني شغال احتياطي. يسلم فمك. حد من الزملاء يبلغ مرضي او يكون في اجازه سنويه انزل انا بدال. يا سلام يا جدعان، اسكندريه طول عمرها منتظمه قوي. النظام معلمي اهم حاجه في العمل، خصوصا في مهنتنا دي. انا مش قادر افهم الحكومه ما تعملناش تامين وادخار ليه واحنا مش مهنه برضو؟ ما تخليك ساكت يا معلمي احسن يطلبونا بضرايب. وايه الخدمه اللي ممكن اقوم بيها؟ الله يا معلمي، احنا اتنشأنا من يومين في اتوبيس 12. كلام ايه ده يا معلمين؟ ما كناش واخدين خوانا، والبنت كانت حلوه تهوس. بنت مين؟ انا ما عنديش بنات في الخط ده. كنش الواد ابو رجيله بيستغفرني وبعت ناس من ورايا في المناطق بتاعتنا؟ والله جايز. جايز يا معلم. المتهمين على التخشيب يا عسكري. حاضر يا فندم. فوت قدام انت وهو وهو. ما تبحلقش. هيم. التلاتة اللي عارفين نفسهم ينتظروا. استنى تعالوا. اهلا وسهلا. اهلا بك يا شاويش. شرفت الجيت. الشرف لينا يا شاويش. وحشني وانت قصاد عيني. شاغلني وانت بعيد بعيد وحدينا يا اغلى من ايامي. اهدي الصلص. انتوا فاكرين روحكم فين؟ في اضواء المدينه. اما عجايب والله. ثم انا يعني شايف بدل يعني ما تفضلوا رايحين وجايين تقعدوا معانا هنا على طول، وان شاء الله التخيبه بتاعتني هتعجبكم وتستريحوا فيها على الاخر. ايه رايك يا عاشور؟ يا ريت، اصل احنا معزومين على الغدا والله يا شويش. تيجي معانا؟ تيجي معانا؟ شوف يما. اتفضلوا. اتفضلوا. مبارك ان شاء الله. انا مضطر امشي على طول يا حلوه احسن مراتي تشوفنا. انت بتخاف منها ولا ايه؟ انا ده انا الفيومي. باي باي. باي باي. ابقى كلمني اول ما توصل المكتب. اوكي يا روح قلبي. مع السلامه يا روحي. والنبي مركبه ولا احط رجلي فيه. عيب يا خالتي ما تكسفناش قدام البوابين. اخلص انت يا واد مالكش دعوه. يا ندمتي انا اركب قال هو العمر معزقه؟ هو انت يا خالتي هتركبي الصاروخ؟ نورت العماره يا مدام. اتفضلي. وانت مالك انت؟ ايوه عليا الطلاق لا تركبي. اها اها يلا خش بقى يلا خش يلا يلا يا ماما خش يلا يلا خش اتفضل يا سعاده البيع. اتفضل. متشكر. حضرتك
حضرتهم السكان الجداد، الست ناديه والحلوين دول اخواتها الصغار، والست الوالده وعلي بيه. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا اخ. حضرتك كامل بيه حلمي جاركم الحيط في الحيط. تشرف. الشرف لينا يا فندم. كامل بيه حلمي يبقى رئيس مباحث مكافحه النشل. نزلوني من هنا، نزلوني من هنا. نزلوني من هنا. مسلمين يزعل. جات لها الازمه تاني. ربنا يفك الازمه. اسكت معايا. نوقف. نزلونا من هنا. نوقف. نوقف. نزلونا من هنا. شد حيلك يا استهانم. ماما يا واد، هو وقته العين على ايه؟ واد سهر. اظن الحاله تستدعي نجيب دكتور. تصحي لك كلمه التليفون. لا 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 لا، مالوش لزوم. نجيب دكتور العيلة. دكتور العيلة؟ ايوه عيلة الدكتور. فوقي يا ماما مش وقته. طب اسيبي مدام تستريح واستاذن انا. متشكرين قوي، مع السلامة. لسه بدري. اتفضل. خدي اصحي. بس. متأسفة قوي على التعب اللي سببناه لك. بين الجان وبعضيهم مفيش تكليف. لكن قولي لي، الأزمة دي جت للست الوالدة قبل كده؟ أزمة؟ أيوه. متهيألي أنت كمان لازم تستريحي، لأن أعصابك تعبانة. أعمل إيه؟ دي والدتي اللي ماليش غيرها أنكل. أيوه. لا مؤاخذة، عاوزة أقول يا كامل بيه. لا لا، خليها أنكل، وإذا عوزتي أي حاجة اتصلي بيا. متشكرة أوي. كبسة يا خالتي، كبسة. هنعمل إيه؟ يا لهوي. كبسة. أروح فين يا ناس؟ أروح فين يا ناس؟ أروح فين يا ناس؟ إيه العمل؟ أعزل دي. أعزل. ليه بس وضرة إيه؟ لازم أعزل. تعرفي ما عزلتش لازم أموت نفسي. طب معلش هدي نفسك وبعدين اتفاهم. أهدي نفسي يا خرابي، ما تسكنيني في كراكون وتقولي لي هدي نفسي. معلش معلش يا ماما. أبوس إيدك والنبي يا نوسة، أبوس إيدك. نعزم هنا. الله جرى يا واد عالي. إيه أنت كمان؟ غصب عني يا نوسة، أصل الدم ما بيبلش كده بعده أبدا. ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم لحد ما نروح لحندة. أبوس إيدك يا سيدي. ده عزم. ودي النبي حد هيعوضنا أنتوا بعضكم بالعمايل. ده عزم. ده عزم. معلش ده عزم. أنا مصدق حكايتكم، بس المفروض لما حاجة تروح منكم يبلغوا عنها البوليس، مش تحاولوا ترجعوها بنفسكم. صح يا سعد بيه صح، بس احنا جينا عشان نعمل محضر. الشويش بخيمة مرضيش. اهو الكلام ده حصل يا شويش. ما هو قص يا سعد. حصل ولا لا؟ حصل يا فندم. مرة تانية تعمل حاجة زي كده هحاكمك بتهمة الإهمال في تأديت واجبات وظيفتك. اتفضل روح شوف شغلك. حاضر يا فندم. وانتوا بقى دلوقتي بتشتغلوا في؟ احنا بنشتغل، احنا صيع مالناش شغله خالص. طيب خدوا القرشين دول خلوهم اياكم لحد ما ربنا يفرجها بشغل. لا مش كده يا سعد بيه، احنا ما نقبلش احسان. اعتبروهم سلف. سلف ازاي واحنا ما نعرفش هنشتغل فين ولا حنحطهم امتى؟ 10 جنيه. لا احنا مش عايزين 10 جنيه، احنا عايزين نشتغل. الحقيقه انتوا مثل طيب للشباب المكافح الشريف، لان اي ناس مروا بظروفكم وعاشوا عيشتكم كان من الجايز جدا انهم ينحرفوا في طريق الشر. ولما تسالهم عملتوا كده ليه يقول لك كنا عايزين نعيش. ربنا ما بينساش حد يا سعد بيه. انا هديكم كارت الواحد تقابلوه حالا وهو هيشغلكم كده. متشكرين يا سعد بيه. السلام عليكم. السلام عليكم. مع السلامه. ربنا يثبت اقدامنا بقى في الشغلانه دي. تعبنا تعبنا يا رب. تعبنا محظوظ قوي تعبنا. انا شكلي كويس كده قوي قوي. حالكوا ها؟ اوعى حد يغلط كده ولا كده نروح في داهيه تاني. يا ربنا يكرمنا ان شاء الله. مع السلامه. شد حيلك. على الله. شد حيلك. على الله. مع السلامه. ربنا يقويكم. ربنا يقويكم ويديكم الصحه يا رب. ما تتصوريش قد ايه مكالمتك اللطيفة ردت فيا الروح النهارده.
قد كده بتحبني يا فيوني؟ بحبك بس، ده أنا قاعدة مش شباب، أنا بحبك، ده أنا مولع، ده أنا حريقة. فيوني اختشي. أنا أهواكي. حاسس يا راجل الناس. طب قولي لي، الشقة الجديدة عجبت ماما؟ قوي قوي يا كتكوت. قال انت هتقدر ولا لو عرفت حكايتهم هتعذريني يا انكل. دول لموا عليا ناس في الشارع وبهدلوني خالص. خلاص يا ستي، انا هنده لهم هنا علشان يعتذروا. لا يا انكل ارجوك. ليه؟ انا هسامحهم بس مش عايزه اشوف وشهم ابدا. لا لا مش ممكن ابدا، لازم اجيبهم هنا يعتذروا لي. بكلام بلاش يا انكل بلاش. وبعدين في الليله اللي مش فايته دي متاخروا كده ليه؟ لازم اعترفت وراح يجيبوا لنا فلوسنا على داير مليم. يا سلام ماشي. لازم. وليه ما تقولش انهم بيوضبوا لنا تخشيب على مقاسنا؟ يعني كان لازم تساعد تقول حالة عاشور. لازم. طب انا عندي فكره تاني. انت يا جدع انت عايز تجيب داير؟ وضح وضح ان شاء الله ان شاء الله. بس اسمع اسمع بس اسمع. لا انا لا 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 مش هنسمع. لا قلت حاجه بس. لا لا انت مش مضمون. خابت منك لوك. الهمس والتهامش ممنوعين داخل اجسام البوليس. وقف القصير قدام والطويل وري. القصير مين؟ مين القصير؟ استنى انت مين القصير؟ ارجوك شوي استنى دقيقه بس. دقيقه واحده بس. واقف شوي. المقصود القصير قدام والطويل وري. القصير قدام. ما تدخلش في داهيه. بسرعه بسرعه. خلاص 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 كله كله. بقول القصير قدام والطويل وري. ايوه
قدامي على مكتب حضرة الضابط. ليه ليه ليه؟ بص قدامك. في الأمام. سلم. أحب أعرفكم إن نادية هانم دي اللي انتوا اتهمتوها تبقى في منزلة بنتي. بنتو؟ رحنا في داهية. لا مؤاخذة ست هانم. زلت لسان، زلت لسان. قلت عا شقاوة عيال. ضعف نظر. خلاص أنا مسامحاكم. يعني صافي يا لبن. قشطة وحياتك. وبعدين في الجماعه دول مالهم؟ عمالين ياجروا في هدوم ما بيدفعوش ولا مليم. يا شيخ هم ملايين ياكلوا. عاشور. نعم. ايه رايك؟ في ايه؟ في اللي حصل؟ مش عارف. وانت منصور؟ نعم. انت ايه رايك؟ في ايه؟ في اللي حصل؟ مش عارف. وانت ايه رايك يا محظوظ؟ في ايه؟ في اللي حصل؟ مش عارف. ايه رايكم انتوا الاثنين؟ في ايه؟ انا عايز انام. أما حتة نوم يا أولاد. تيجي ننام هنا كل يوم؟ ها؟ ها؟ إيه ده؟ دي مية، دي مية. القطة زعلانة ليه؟ من فضلك مجوزة مش زعلانة. طيب يا ستي مجوزة ليه؟ علشان مش عاوزة اروح المدرسة. الله، انت ما بتحبيش المدرسة؟ لا بحبها. طب ما مش عايزة تروحي ليه؟ علشان ببات فيها. طيب انت مش عايزة تبقي مهندسة قد الدنيا؟ ايوة يا ابلة. طب خلاص، يبقى انت تروحي المدرسة وانا هجيلك كل اسبوع. خلاص؟ ادي بوسة. اسمع يا واد، اذا لقيت حاجة عليها القيمة مع حد من المدرسين ابقى علقها. وبعدين وياك يا ماما. هو انا قلت حاجه يا بنتي؟ يا اختيك. يلا حبيبي، عربيه المدرسه وصلت. مع السلامه. صباح الخير يا طنط. انت بتتريق عليا يا واد ولا ايه؟ ابدا والله يا خالتي، ده انا بديها لك بطريقه زواتي اللي تمشي مع الشركه دي كلها. لا يا شيخ،
ماما احنا مش اتفقنا تسيب الاولاد في حالهم؟ هو انا لا سمح الله قعدتهم المدرسه؟ اديكي بتشجعيهم على النشل يا بنتي، ده كله لمصلحتهم. مصلحتهم ازاي بس يا ماما؟ علشان يوم ما ياخدوا الشهاده الميري ويستوظفوا بيها ويلاقوا ماهيتهم مش مكفياهم تبقى في ايديهم صنعه تساعدهم على المعايير. قوم بينا يا سعالي. على فين كده؟ هاخده معايا عند الفيوم عشان ما باش لوحدي معاه. اسمع يا نوسه، اوعي يفلت من ايدك، افضلي كده مرقدله لحد ما تنفضي. ما تخافيش على نوسه يا امه. خصوصا بقى لما يكون معاه علي السريع. خيبه اللي طول عمرك ما عرفت تعلق ابره وابوك. الله طنط. وبعدين معاكي بقى يا خيبتك قدامي. يا خرابي الواد ماله اتقلب كده. بس تعالى تعالى دور يا اسطى. ورا التاكسي ده. مالك يا نوسه؟ التاكسي اللي ورانا. ايه؟ اثبت. هتضيعنا. فكرك ليه؟ لا كل شيء جايز. تلاش خفيف. فتحك على جروب يا اسطى. والله يا فندم انا ما شفت واحده محسنه وفيها لله زي الست دي، لدرجه ان انا مش قادر افهم ايه اللي خلاك تشك فيها وخليتنا نراقبها. انا في الاول كنت مصدقها، لكن لهجتها في الكلام وهي خارجه ما عجبتنيش. كانت لهجه واحده بنت بلد، مش واحده بالمظهر اللي هي فيه. مش جايز كانت بتجاري المغفلين الثلاثه اياهم؟ بتهيألك انهم مغفلين. بكره تشوف دول هيساعدونا قد ايه. مرزوق زق عاشور. هو ده ليه؟ هو ده هي مليون في المية هي. لا يا شيخ. طب ما يلا تشد حيلكم عشان نخلص ونروح نراقبها. والله انا خايف نتقفش المرة دي ونروح في داهية. اتحقق شويش مخمر المرة دي ناوي ودينا تأبيدة. اطمنوا انا مرتب كل حاجة. تصوري يا ماما ان لولا انكل كامل كان زماني دلوقتي ياخد الشر بره وبعيد. هو معقول حد يصدق كلام الثلاث عيال دول؟
الحمد لله اللي جت سليمه. والسيد علي إيه؟ بيشتغل ايه؟ انا بشتغل مهندس. مهندس فين يا ترى؟ هناك في في الحنفيات الميه. ماما قصدها في شركه الميه. متهيالي انكل انتوا بتتعبوا في شغلتكم قوي. طبعا مطارده النشالين عمليه مش سهله. طيب يا اخويا ما تسيبوهم في حالهم وانتوا تستريحوا. حد يرضى يهاني يسيب الوباء ينتشر بين الناس؟ هما يعني بيعملوا كده مش عشان ياكلوا ويشربوا زيهم زي غيرهم. ابدا دول ناس طماعين عاوزين يوصلوا الفلوس بطريقه سهله مهما كان الثمن اللي هيدفعوا غيرهم. تعرفي لو كل نشال فكر في اللي بيجرى للناس من عمايله كانت التوبه تبقى سهله عليه. واديكي شفتي يا نادي يا بنتي بنفسك امبارح ضحيه من ضحاياهم. فعلا كان باين عليهم غلابه قوي الشبان دول. في لحظه واحده ضاعت كل امالهم في الدنيا ما فضلهمش غير الجوع والتشرد. خلى حضرتك تعزلي بالليل قوي كده عشان هربانه من جوز. ليه كفالة الشر؟ زهقتي من غيرته عليا. وماله استان ده الغيره دليل الحب. اصل غيرته من النوع اللي تودي اللومان. اللومان ده مره سمعني بغني غنوه لعبد الحليم حافظ. عدوك على اللي حصل. ايه كسر الراديو؟ هي ريت. امال حصل ايه؟ خد المسدس وقعد شهرين يدور على عبد الحليم في كل حته. طب وبعدين اتوسطوا ولاد الحلال في الحكايه وخلوه يسمع. اعملوا معروف خلصوني. ايه ده؟ بس كده بس كده كويس. هدومنا بقى يلا عشان نعرف نشتغل. لف من عندك. لا الناحية دي. امال من ايه؟ من الناحية دي. من ناحية الناحية دي. الله الله الله. ايه؟ كده اهو لف كده اهو بسرعة. لف. ايوه اوقف بقى اوقف. اوقف عليك شوية. اوقف اوقف معايا. اوقف شوية. اوقف شوية. اوقف شوية. ايوه اوقف بقى. يلا. اوقف. ما هو كده كويس. لا يا سيدي اوقف. لا خلاص مش لازم يتوقف. اهو. اسمع هناك. اوقف. اسمع هناك كويس. لا ماشي كويس. ايوه. انزل حاسب السد. يا حلاوته. هو كده والله ولا الونش. هو كده اهو. حلو قوي قوي قوي. سؤال لو سمحتي بس ربنا يخليك تقولي لي بصراحه. خير؟ جوزك جوزك يعرف عنوان الشقه دي؟ لا ما يعرفش. ايوه يعني هو مش جايز يطب علينا دلوقتي ولا بعد سنه. طمنتينا. ربنا يطمنك. سيجاره يا اسمح لنا يعني. اتفضل. مش غريبه. هقول لكم نكته. قول يا وجود. مره واحد راح البيت ما لقاش مراته. جه لاكو هنا. الحمد لله. تسمح التليفون؟ اتفضل. شكر. مكالمة خاصة. اتفضل. تسمح؟ بشكر. اتفضل. الو؟ انا الفيومي يا روح قلبي وعيوني. انا مخصمك بقى بعد اللي حصل ده كله تقعد يومين بحالهم وما تسالش عني وعاوزني ما ازعلش. اصل كنت متراقب يا حبيبتي لكن اول ما تمكنت من تحطيم الحصار قلت اكلمك ومتع وداني بصوتك الحلو. يا حلو. يعني مش عايز تشوفني؟ انا نفسي اشوفك ومتع عينيا بطلعتك البهيه. لا يا حبيبتي المره دي بقى مراتي مش هتشوفنا. اصل رايح اسكندريه ادفع ثمن الارض اللي اشتريتها وهناك هنزل في العجمي وانت بقى تروحي محصلاني ونازله في نفس اللوكنده. يا لهوي ما اقدرش. ايه مش دي كانت ناوية تموتني. تموتك؟ ده انا اقتلها. لا 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 مش قصدي.
قصدي هديها معاكي. اه ان كان كده معلش. ميرسي يا روح قلبي، حكيت لك في ديدر الساعه 8 الصبح، وانا بقى هحصلك بالتاكسي. ايه يا اسطى، دي لك يومين هتصلح في التليفونات، ايه الحكايه؟ خلاص يا حاج بقت قلصتا، ونحد من السكان اشتكى تاني. ابقى كلمني في التليفون بتاعي 4-0-0. 4-0-0. يو قبلص النجدة. مردون مردون خلاص. خالتي يا ما تقعد يا واد. معلش يا بنتي ما انتش شايفاه، خيلنا رايح جاي. الله. تعالى مذاكر. مذاكر. سويش. ربنا يخليهم لك. يا بنتي انت متأكدة انه جاي؟ عيب ياما. هعصرك يا روحي، ده انا الفيومي. هعصرك يا نونا، هعصرك، ده انا الفيومي. هعصرك ضروري. اه يا هاني، اه يا هاني، نونا اخو جاي لك، انا الفيومي. هعصرك يا روحي، هعصرك والباي. متأسف جدا ما عندناش اوض فاضية. يا اللوكاندا زحمة للدرجة دي؟ دي ايوه، اصل النهارده الاحتفال السنوي لمهرجان الصيد كده، وعندنا ضيوف من جميع انحاء العالم. في الحقيقة احنا كنا ناويين ناخد جناح خصوصي طبعا، لكن مالكوش اسمه يعني، مفيش اوضة واحدة ننام فيها، اوضة ولو سرير سفري واحد. على العموم علشان خاطركم انا اقدر اتنازل لكم عن اوضتي انا كده. هي صحيح بسرير واحد لكن تقدروا تناموا فيها انتوا الثلاثة. طيب يا نبيل. ايه ده؟ انا انام معاكم في اوضة واحدة؟ اه اوضتي انا 205. اتفضل اتفضل. اتفضل. ايه دول اسمك ايه؟ لا دول ما بيأذوش. اه ما تخافوش منهم، دول ابطال الصيد. يلا الصيد. اتفضلوا اتفضلوا. شو بيه؟ اهلا وسهلا. اتفضل. ميرسي ميرسي البقشيش. البقشيش لو سمحت. البقشيش ايه؟ ايه شبك؟ كلارك جبل. قريب. ينفع. ايه بس في ايه؟ فوتوفيليا. انفع بس ايه؟ انت ما تعرفش ده مخرج سينما كبير وعايز يشغلك دور في السينما. ايوه. هتعمل دور في الاسكندراني. اسكندراني ما الصعيدي كمان. ما يعني خلينا بس. امال تعرف صباح الخير؟ قول له صباح الخير. صباح الخير. ايوه. ما ينفعش. ينفع. ما ينفعش. تعرف تتكلم انجليزي؟ يس. تتكلم انجليزي. جود مورنينج. جود مورنينج.
في محرم بيه متواجد في البيت من 6 ل 9 ومن 9 ل 12 وبالعكس وحداني والوحده عذاب. انت الفيومي Thank you.
شايف يا ولا المزط اللي بيطلع لط؟ قصدك ايه؟ ايدي بتاكلني يا ولا. لا 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 انا في عرضك اعملي معروف. خايف من ايه؟ الدنيا رقه هنا ولا في بوليس ولا يحزنوني. هو صحيح ما فيهاش بوليس، انما انت قايل انك هيحزنوني. لا لا انا عاوزه بوسه. مالك يا غيوم؟ قوم ما بتردش ليه؟ يا خبر اسود، مفتي لوحده. ايوه هلاقوه نظفتيه ولا لا؟ هو ده وقته. خلاص خلاص ولا يهمك. احنا يا اختي لا نعرفه ولا يعرف. طب بوليس مال الدكان ده؟ بابا بابا بوليس. يلا يلا خير، ما تسيبيني اشوف شغلي. انت هتقطع رجلي. حد يسيب الكم اللي زي ده. مش عاوز حد ابدا في اللوكال ده يعرف ان في واحد مات هنا، فاهم؟ والثلاث شفرات اللي خرجوا من الاوضه دي لازم تدوري عليهم باي طريقه. حاضر يا فندم. اهلا وسهلا. مش نازل هنا يا فندم. بقول لك نازل هنا. منا 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 من
جالك براس السعيدة، هو ده الشغل اللي على الواسع. يا سلام. ثابت يا عسكري، شددوا الرقاب على اللوكندا وتصرفوا بهدوء بحيث انكم ما تفسدوش جو الحفلة. بتهيألي يا فندم مادام الجثة اختفت يبقى لازم اللي ارتكب الجريمة عصابة خطيرة. وليه ما تكونش واحدة حلوة مثلا؟ الحق يا فندم الحق، اللوكندا اتسرقت يا فندم، اتسرقت الناحية يا فندم، الناحية 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 يا فندم. أنا المدير يا فندم. أنا المدير. يلا بينا. أنا المدير. الناحية هو الناحية شويش الناحية. Good morning. Bonjour. Guten Nacht, guten Morgen, mein Herzen ist leer. Das ist nicht ein Buch, sondern ein Heft. Akid mich hanfa, Abu Messer. Nusa! Nusa Abd al-Tawab al-Midan. بنت المرحوم عبد التواب المداد، أشهر نشالين زمان والست والدتها. ملوش لزوم يا بيه. عندك حق. أنا بس عايز أفهمك إن عمر الغاية ما كانت تبرر الوسيلة. يعني مش لأنك عايزة تعملي عمل خير مع إخواتك يباح ليك عمل الشر مع الغير. وعرفت إزاي؟ من تاني مرة قابلتك فيها. وأنا كل يوم أعرف حاجة جديدة عنك. ما تستغربيش. دي مهنتي. ودلوقتي أنا مضطر أقبض عليكي بتهمة السرقة والقتل. مظلومة. أنا ما قتلتوش ولا حاجة. أنا الفيومي. طلعت كل فيها جدع أنت. أنت إزاي تمسكني كده؟ إزاي تمسكني كده؟ الله، هو أنتي؟ أنتي فيني أمل حياتي. علي. علي. ما عليك حيوك بكسر إيدك. أحمر، هي الدنيا فوضى. مفيش بوليس اداب يحميني. اداب؟ هدي نفسك هدي نفسك ما تزعليش. ما زعلش ازاي يا سعاده البيه؟ دي قله قيمه. نوسه مالك يا بنت؟ انتوا ماسكينها ليه؟ تيالي انت عارفه السبب. نوسه بريئه يا سعاده البيه، انا اللي سرقت ودي الحاجه دي كلها. اهي امسكوني انا، احبسوني انا، بس سيبوها اعملوا معروف. دول اخواتها غلابه ومحتاجين لها. زي شيخه وفلوسنا فين يا حراميه؟ موجودين يا اخويا تحت امركم، ما انا برضه اللي سرقتكم، بس سيبوها اعملوا معروف. ابوس ايدك يا سعاده البيه. مين اللي نشالكم؟ نوسة ولا امها؟ انا يا بيه اللي نشلت. لا يا سعاده البيه ما تصدقهاش، انا اللي نشلت. نوسه فكري في اخواتك يا اختي، دول ما لهمش غيرك. فكري في اختك اللي عايزه تطلع دكتوره، واخوك اللي عايز يطلع مهندس. اعملي معروف يا اختي. انا خلاص شبعت من الدنيا، لكن انت في عز شبابك، خليكي لاخواتك يا اختي. إيه؟ اسمع، مش انا اللي نشلتي. إيه؟ انت مش فاكرني؟ مش انا اللي نشلتك؟ إيه؟ قول له، قول له مش نوسه اللي نشلت، مش انا اللي نشلت. يا سعاده البيه انا اللي سرقت. اسمع كلامي انا، ما تصدقش كلامها. انا اللي سرقت. ما تقول له انها مش نوسه اللي نشلت. مش نوسة يا سعادة البيه. نوسة خلي بالك من نفسك، مش كل مرة القانون هيكون كريم وياكي. أنا بقول مدام فلوسنا رجعت لنا. أيوة. ما تيجي نفتح محل ونشتغل فيه. والله فكرة. إيه رأيك يا محظوظ؟ محظوظ؟ ولا الله، أنت بتفكر في إيه؟ بفكر في نوسة. يا ترى عاملة إيه دلوقتي يا نوسة؟ نوسة خلي بالك من نفسك، مش كل مرة القانون هيكون كريم وياك. نوسة بريئة يا بيبي، أنا اللي سرقت والحاجات أهي. امسكوني اسجنوني، بس سيبوها هي اعملوا معروف. دول أخواتها غلابة ومحتاجينها، دول أخواتها غلابة ومحتاجينها، دول أخواتها غلابة ومحتاجينها، دول أخواتها غلابة ومحتاجينها. نوسة Thank you.
حشويش سند ايه يا واحد حشويش حشويش القصير قدامه الطويل واري القصير قدامه ما تدخلوش في داهيه بسرعه خلاص خلاص كله بقول القصير قدامه الطويل واري قدامي على وقت الحضره بالظبط ليه بص قدامك للامام احب اعرفكم ان نادية هانم دي اللي انتوا اتهمتوها تبقى في منزلة بنتي. بنتو؟ رحنا في داهية. لا مؤاخذة ست هانم. زلت لسان، زلت لسان. قلت عا شقاوة عيال. ضعف نظر. خلاص أنا مسامحاكم. يعني صافي يا لبن. قشطة وحياتك. وبعدين في الجماعة دول مالهم؟ عمالين يأجروا في هدوم ما بيدفعوش ولا مليم يا شيخة وملايين ياكلوا عاشور ايه رايك؟ في ايه؟ في اللي حصل؟ مش عارف. وانت منصور؟ نعم. انت ايه رايك؟ في ايه؟ في اللي حصل؟ مش عارف. وانت ايه رايك يا محظوظ؟ في ايه؟ في اللي حصل؟ مش عارف. ايه رايكم انتوا الاثنين؟ في ايه؟ انا عايز انام. الدوم يا اولاد تيجي ننام هنا كل يوم ها ها ايه ده دي ميه دي القطة زعلانة ليه؟ من فضلك مبوزة مش زعلانة. طيب يا ستي مبوزة ليه؟ علشان مش عاوزة اروح المدرسة. الله انت ما بتحبيش المدرسة؟ لا بحبها. طب امي مش عايزة تروحي ليه؟ علشان ببات فيها. طيب انت مش عايزة تبقي مهندسة قد الدنيا؟ ايوه يا ابله. طب خلاص يبقى انت تروحي المدرسة وانا هاجيلك كل اسبوع. خلاص؟ ادي بوسة.
اسمع يا واد، اذا لقيت حاجه عليها القيمه مع حد من المدرسين ابقى علقها. وبعدين وياك يا ماما. هو انا قلت حاجه يا بنتي يا اختيك؟ يلا حبيبي، عربيه المدرسه وصلت. مع السلامه. صباح الخير يا طنط. انت بتتريق عليا يا واد ولا ايه؟ ابدا والله يا خالتي، ده انا بدهلك بطريقه زواتي اللي تمشي مع الشركه دي كلها. لا يا شيخ. ماما، احنا مش اتفقنا تسيب الاولاد في حالهم؟ هو انا لا سمح الله قعدتهم المدرسه؟ اديكي بتشجعيهم على النشل يا بنتي، ده كله لمصلحتهم. مصلحتهم ازاي بس يا ماما؟ علشان يوم ما ياخدوا الشهاده الميري ويستوظفوا بيها ويلاقوا ماهيتهم مش مكفياهم، تبقى في ايديهم صنعه تساعدهم على المعايير. قوم بينا يا سي علي. على فين كده؟ هاخده معايا عند الفيوم عشان ما باش لوحدي معاه. اسمع يا نوسة، اوعي يفلت من ايدك، افضلي كده مرقداله لحد ما تنفضي. ما تخافيش على نوسة يا امه. خصوصا بقى لما يكون معاه علي السريع. خيبة اللي طول عمرك ما عرفت تعلق ابرة وابوك. الله طنط، وبعدين ما حكي بقى يا خيبتك قدامي. يا خرابي، الواد ماله اتقلب كده؟ باكس تعال. دور يا اسطى. ورا التاكسي ده. مالك يا نوسة؟ التاكسي اللي ورانا. ايه؟ اثبت، هتضيعنا. فكرك ليه؟ لا، كل شيء جايز. ايه خفيف فتحك على جروب يا اسطى. غريبة الحكاية دي والله يا فندم. أنا ما شفت واحدة محسنة وفيها لله زي الست دي، لدرجة إن أنا مش قادر أفهم إيه اللي خلاك تشك فيها وخلتنا رأيب. أنا في الأول كنت مصدقها، لكن لهجتها في الكلام وهي خارجة ما عجبتنيش. كانت لهجة واحدة بنت بلد، مش واحدة بالمظهر اللي هي فيه. مش جايز كانت بتجاري المغفلين التلاتة إياهم؟ بتهيألك إنهم مغفلين. بكرة تشوف دول هيساعدونا قد إيه. مرزوق زق عاشور. هو دي ده ليه؟ هو ده هي مليون في المية هي. لا شيخ،
طب ما يلا تشد حيلكوا عشان نخلص ونروح نراقبها. والله انا خايف نتقفش المره دي ونروح في داهيه. حقا مشاويش مخمر المره دي ناوي يودينا تأبيده. اطمنه انا مرتب كل حاجه. تصوري يا ماما ان لولا انكل كامل كان زماني دلوقتي ياخد الشر بره وبعيد. هو معقول حد يصدق كلام التلات عيال دول؟ الحمد لله اللي جت سليمه. والسيد علي إيه؟ بيشتغل ايه؟ انا بشتغل مهندس. مهندس فين يا ترى؟ هناك في الحنفيات المية. ماما قصدها في شركه الميه. متهيالي انكل انتوا بتتعبوا في شغلتكم قوي. طبعا مطارده النشالين عمليه مش سهله. طيب يا اخويا ما تسيبوهم في حالهم وانتوا تستريحوا. حد يرضى يهانم يسيب الوباء ينتشر بين الناس؟ هما يعني بيعملوا كده مش عشان ياكلوا ويشربوا زيهم زي غيرهم. ابدا دول ناس طماعين عاوزين يوصلوا الفلوس بطريقه سهله مهما كان الثمن اللي هيدفعوا غيرهم. تعرفي لو كل نشال فكر في اللي بيجرى للناس من عمايله كانت التوبه تبقى سهله عليه. وديك شفت يا نادي يا بنتي بنفسك امبارح ضحيه من ضحاياهم. فعلا كان باين عليهم غلابه قوي الشبان دول. في لحظه واحده ضاعت كل امالهم في الدنيا ما فضلهمش غير الجوع والتشرد. خلي حضرتك تعزلي بالليل قوي كده عشان هربانه من جوزي. ليه كفالة الشر زهقتي من غيرته عليا. وماله استان ده الغيره دليل الحب. اصل غيرته من النوع اللي تودي اللومان. ده مره سمعني بغني غنوه لعبد الحليم حافظ عدوك على اللي حصل. ايه كسر الراديو يا ريت. امال حصل ايه؟ خد المسدس وقعد شهرين يدور على عبد الحليم في كل حته. طب وبعدين اتوسطوا ولاد الحلال في الحكايه وخلوه يسامع. اعملوا معروف خلصوني. ايه ده؟ يلا خلاص يلا عشان نعرف نشتغل. لف من عندك. لا مش الناحيه دي. امال من ايه؟ من الناحيه دي. هي من ناحيه الناحيه دي. هي الله ايه كده اهو. لف كده اهو بسرعه. لف. ايوه اوقف بقى اوقف. اوقف معايا. اوقف معايا. اوقف معايا. اوقف معايا. هات شويه. هات شويه. ايوه اوقف بقى يلا. اوقف. ما هو كده كويس. لا يا سيدي اوقف يا فلان. خلاص مش لازم يتوقف. اهو اسمع هناك. اوقف هناك كويس. انا ماشي كويس. ايوه هات انت حاسب السن. يا حلاوته هو كده والله. ولا وين هو كده اهو. حلو قوي قوي. سؤال لو سمحتي بس ربنا يخليك تقولي لي بصراحه. خير جوزك؟ جوزك يعرف عنوان الشقه دي؟ لا ما يعرفش. ايوه يعني هو مش جايز يطب علينا دلوقتي ولا بعد سنه. طمنتينا. ربنا يطمنك. سيجاره يا سيجاره اسمح لنا يعني. اتفضل. مش غريب. هقول لكم نكته. قول يا ابو قول. مره واحد راح البيت ما لقاش مراته. جه لاكوا هنا. الحمد لله. تسمح التليفون؟ اتفضل. شكر. مكالمة خاصة. اتفضل. تسمح؟ بشكر. اتفضل. الو؟ انا الفيومي يا روح قلبي وعيوني. انا مخاصمك بقى بعد اللي حصل ده كله. تقعد يومين بحالهم وما تسالش عني وعاوزني ما ازعلش. اصل كنت متراقب يا حبيبتي لكن اول ما تمكنت من تحطيم الحصار قلت اكلمك ومتع وداني بصوتك الحلو. يا حلو. يعني مش عايز تشوفني؟ انا نفسي اشوفك ومتع عينيا بطلعتك البهيه. لا يا حبيبتي المره دي بقى مراتي مش هتشوفنا.
اصل رايح اسكندريه ادفع ثمن الارض اللي اشتريتها، وهناك حمزه العجمي، وانت بقى تروحي محصلاني ونازله في نفس اللوكنده. يا لهوي ما اقدرش. ايه مش دي كانت ناويه تموتني؟ تموتك؟ ده انا هقتلها. لا 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 مش قصدي، قصدي هتاها معاكي. اه ان كان كده معلش. ميرسي يا روح قلبي، حكيت لك فديت الساعه 8 الصبح، وانا بقى هحصلك بالتاكس. ايه يا اسطى دي لك يومين هتصلح في التليفونات، ايه الحكايه؟ خلاص يا حاج بقت قلصتا، ونحد من السكان اشتكى تاني. ابقى كلمني في التليفون بتاعي 4-0-0. 4-0-0 يو بابلوس النجدة. بردون بردون خماعش. خالتي يا بدو اقعد يا واد. معلش يا بنتي ما انتش شايفاها، خيلنا رايح جاي. الله. وربنا انا مظلوم، انا عارف مجرجرين هنا ليه، انا ما عملتش حاجه ابدا. وادي وده مين دي؟ انا البريء. المعلم شيحه صاحب مطعم اخوان شيحه يا فندم. طب اتفضل انت. حاضر يا فندم. بريء من ايه بقى يا معلم؟ والله العظيم ما اعرف، انا مؤاخذه يا جم جرجروني وانا بريء، ثلاثه بالله العظيم انا بريء. طب قول لي يا معلم. نعم. انت بقى تعرف الجماعه دول؟ الله، هو انتوا؟ اهلا يا مرحب يا مرحب، والله الحمد لله على السلامه. ده انتوا نورتوا الاسم. المتهمين دول بيقولوا انهم كانوا بيشتغلوا عندك في المطعم، وانهم كانوا ساكنين في بيتك في اوضه فوق السطوح، وبعدين انت بقى طردتهم من الشغل ومن البيت. قلت ايه انت بقى؟ اعمل ايه يا بيه من غلبي؟ ازاي يا معلم؟ حضرته ما يوصلش ايوه طبق خضار للزبون الا لما يكون لاقي في نص اللحمه اللي فيه. مين؟ انا؟ اخلص انت. لا ويا ريت على كده وبس، اللي حضرته مسميني في الحته المعلم حساله ابن زباله المتسخ. طب هم مجرجريني على غفله دلوقتي. طب ذمتك انا متسخ بيه. معلش يا معلم كمل. وبسلامته اول ما يشوف ايوه واحده ست سوا في المحل سوا في الشارع حاله يتلخبط خالص ويبقى عايز يفضل يزقلها على طول. اوعى تقول انا، اخلص انت. فاهم لي نفسه روميون حضرته، مع انه مقام الحسين انا لو كنت واحده ست وهو الراجل الوحيد اللي مفيش غيره في الدنيا كلها لا كنت اقتله عيش ارمله. طب والتالت بقى يا معلم؟ ده بقى عامل لي نفسه فتوه، ايوه زبون يتكلم معاه نص كلمه يقوم ماسك في خناقه على طول، واول الخناقه ما تلعلع وتبقى الحكايه جد يقوم حاطط ديله في سنانه ويقول يا فتيك وانجاب انا فيها. اخلص انت. انما عدم المؤاخذه انتوا ماسكينهم ليه؟ اخلص انت. في الواقع يا معلم هم لسه بقى ما اعترفوش بالجريمه لحد دلوقتي، انما انا بقى بالخبره والحنكه الجنائيه اللي عندي مع شويه الفتاكه على شويه المفهوميه قدرت افهم انهم كانوا ناويين يسرقوا تمثال من احد الميادين العامه. وشرفك يعملوها بيه، دول قليل اما سرقوا الميدان ذات نفسه. كانت تبقى مصيبه والبلد مزدحمه. وشرفك انت، دول قرود ومجانين وسفعين كمان. ما هو ان كان عليا انا بقى يا معلم انا مصدقك، انما حضرة الضابط لسه كان هنا دلوقت وعرف الحكايه كلتها فصعب عليه، فقام كلفني بقى انا بصفه الضابط النبطشي بتاع النقطه زي ما انت عارف علشان اتوسط لهم عندي جنابك علشان تسامحهم وترجعهم الشغل تاني. فقلت ايه؟ هقول ايه؟ دي طلبات البيت ظابط اوامر، والمعلم شيح على ممكن يرفض طلبا. تشكر يا امير يا سالم، او كده المرجله تيجي. انما بقى عدم المؤاخذه يعني لو ما استقاموش وارتجعوا وساقوا العوج تاني تطردهم بلا رجعي، واني هكون وراك البك جراوند واحميك بكل قوه. خلاص يا بيه. ولا يهمك. عاشور ابو ملايه.
ابو دلايه. دلايه اتفضل يا اخوي. منصور المستيعي. منصور المختشي الدغبشي. اتفضل يا اخويا البطاطي. هيا محظوظ السعيد. انا ودي ايه دي بقى يا اخويا اللي جوه البطاقه؟ دي ورقه لوتريه. ابقى قابلني يا اخويا لو كسبت. اصلا ما بتشويش فاكر نفسه محظوظ وسعيد بحق وحقيقي قدامي. ما يصحش يا معلم ودي تيجي انت الاول. ليديز فيرست. المقامات محفوظه يا معلم. شايف يا بتشويش؟ عاملين امرا وطيبين قدامك عشان يخدعوك، انما وربنا دول قرود ولاد جنيه كمان. نهايته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. السلام عليكم يا شويش. انت مستني ايه؟ مع السلامه. روح ربنا يقويك عليهم. وخد هات. الله عيني. والله العظيم المعلم بتاعنا ده راجل مفتري. هو بجد مفتري. لكن ليه؟ ما سمعتوش وهو بيقول الشويش عمري ما ادي لحمه لزبون الا لما مالها في نصها. يعني انا اللي ببصبص للستات؟ ايوه انت فيك الداء الوحش ده. طبعا انت اخر بدايه في ثلاث ارباع اللحمه. تعرف انا محظوظ انا كان نفسي ابقى موظف كبير ويبقى عندي البتاع ده اللي اسمه التكييف واكون نايم كده على المكتب اقرا جورنال واجي اول شهر اقبض واملى جيوب فلوس ومروح. والله فكره تيجي نعملها. لكن ازاي والواحد ما معهوش رخصه؟ رخصه ايه؟ شهاده يا مغفل. من فضلك ايه اتكلم من غير ما تشتم الاحسن ودينا بتاعك. هو انتوا ما تعرفوش تشتغلوا وانتوا ساكتين؟ من قرفضه من الدنيا واللي فيها يا جماعه. اهي دي عيشتنا ولازم نرضى بيها. الله الشاي بالحليب عشان خاطر عيوني الحبايب. اهلا. احنا بنتعبك معانا قوي يا ست ام حمدوله. يا خبر ابيض. شاي ميزه لكن ايه؟ الشاي يا اختي ما تقول حاجه اي حاجه. ها الشاي عجبك؟ كويس. يسم. وبعدين بقى احنا هنلبخ وادي الشاي بتاعك اهو اتفضل. يا مصيبتي. يعني على بختك المقنديل يا ام حندوره. هات شاي انت كمان. ما تزعليش يا ام حندوره اصله بينكسف. ولا يهم بكره ان شاء الله يخلطش في مخه ويتجوز. يا ريت. يا عاشور. بقى مرسي. كلام خد انا احسن معايا بعدين. بقى مرسي. الله هو اللي هيزعل تاني. الساعة 2 الطلب يكون جاهز. مع السلامة. يلا هات انت وهو هم شوية. فتح يبش. حطوا الحلل دي وتعالوا هنا. بصراحة ربنا كده انتوا عارفين ان حال الشغل مش زي الأول. والسبايه ما بقتش أكيلة زي زمان. يعني بالمختصر ما بقاش في مكسب. ازاي بس يا معلم؟ ده المحل دايما مليان على آخره. يعني أنا كداب؟ العفو. أنا اللي كداب. خلاص أنا لما أقول المحل ما بيشتغلش يبقى المحل ما بيشتغلش. ما بيشتغلش يا معلم ما بيشتغلش. صادق يا معلم ده حتى الواحد بيبقى صعبان عليه المحل وهو فاضي. عال قوي. وما دام أنتوا عارفين كده يبقى لازم نعمل تخفيض في مهياتكم. تخفيض إيه يا معلم؟ ده كل واحد فينا بياخد 6 جنيه عمي. نخليهم 5. حلو. حلو. ونخصم 1 جنيه بدل سكن يبقى 4. حلو. حلو. ونخصم كمان 1 جنيه بدل اكل. اكل ايه يا معلم؟ احنا ما بناكلش في المحل. الا ما تاكلوا حد حاشكم الاكل مرطط جوه. ما هو لو كلنا هنروح للدكتور والدكتور عايز فلوس والفلوس عند المعلم. قصدك ايه؟ مانيش فاهم. خلاص خلاص يا معلم سيبك منه احنا موافقين. طب خلاص حيث انكم موافقين نخصم كمان. نخصم ايه تاني يا معلم؟ ده شويه هندفع من جيبنا. كفايه يا معلم كفايه. طب كفايه كده بقى مؤقتا احسن الناس تفكر ان انا استنهازي. استنهازي؟ لا العفو. بلاش غالب اخش في شغلك ده اهو. يلا. طيب. شوف شغلك. لازم اوديك الايه؟ ايه خير يا حاج بيه؟ حضرتك بعين مفتوحه عاوز يسرقني. ايه يا جدع اهو؟ الهاني عاوز يسرقني. هو انت؟ تعالى. طيب انا هسيبه بنفسي وانت بعد ما شطب المحل بمر عليا في القسم عشان نقفل المحضر. انا معلم. مؤاخذه حضرتك مين؟
انا ظابط مباحث. اهلا سعاده البيت مباحث. اهلا وسهلا. العيال بتشتغل جوه عشان خاطر عيونك. ايه هتكون محسوبك المعلم شيحه صاحب مطعم شيحه. عندنا كوارع وكباب وكفته وحمام وكفه شيء. اهلا وسهلا. ما تنساش تطلع عليا بقسم. حاضر. يلا دم يا ريت اهو. يلا دم. خلاص يا حاج الحمد لله ربنا ستر وجت سليمه. ما تخافش عليا انا مفتح لهم المحفظه. سرقوني يا حرام. برضه لطش المحفظه كده كنت هتطب يا خرع. معلش حرامنا يا معلم. جت سليمة يا معلمي. خلاص الواد ده ما بقاش ينزل السوق تاني. أنا خايف المرة الجاية هو اللي يتنش. غصب عنه يا معلم. مفيش حاجة اسمها غصب عنه. صدق بالله الواد ده لحد النهاردة ما جاب أتعاب المحامي. البركة فيك يا معلم. ما هي المصيبة إن الواحد قلبه طيب وبيراعي ربنا. أنعم وأكرم. تقدر تقول لي لو ما كنتش معلمهم مهنة يتعيشوا منها كانوا كلبوا وشربوا منين؟ كله عند الله يا معلم. ما هو ده اللي مصبر الواحد. يا رب إني أسألك العفو والمغفرة. اتفضل يا معلم. نوسه 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 نوسه. مرحب بالحلوين. مرحب بالوحشين. اخاف من الصواريخ. طب ابعد تتعود. انا قابل بس هودين. في ايه يا معلم؟ تشتغلي معانا. ما كانش يتعاد. اسمعي بس. ايدك لك سارها. الله هي عافيه. لا جت حركه بلا. يا اختي نوسه. صباح الخير يا امه. صباح الفل. خير يا اختي اللهم اجعله خير. رجعتي بدري ليه يا نوسه؟ الا فندي جوز الست مال نزل الصبح يروح الشغل. هاي. وانا لسه هاخد ودي مع السحوم ولقيته طب عليا زي العمل الراضي. قالوا ايه عايز يعمل معايا غراميات مع ان مراته يامه وحياتك زي القمر. ما هو في يا بنتي رجاله تستاهل قصر العبيد. وانا سكت له. ده انا دشدشت صحون على نفوخ. ما هو لو كنت تتهدي وتسمعي كلامي كنا ناكل الشهد وترتاحي من الخدمه في البيوت. ما هو ناش مش حانش. مش هتنشلي. وبعدين معاكي بقى الله. قال مش عايزه تمشي الان. امال محفظه مين دي يا اختي؟ محفظه ابونا. يا لهوي وده حد يقدر ينشله؟ وما يشيلوش ليه؟ الفلوس فلوس ابونا. انت خايفه منه على ايه؟ ده راجل خيخه. اهلا وسهلا بسيد المعلمين. يا ارض احفظي معاليكي. بسم الله ما شاء الله. اتفضل يا معلم احفظ. مش قاعد يا ندمتي ليه؟ كف الله الشر في ايه؟ يا ترى المحفظه بتاعتي ما جاتش عندكم؟ جات هنا ومشي بالذمه. مش حرام عليك الايدين اللي زي القشاط دول تدوبيهم في بيوت الخدمه؟ ايدك انا حاره. ما تعقليها يا معلمه. وحياتك يا اخويا غلبت وغلب غلبي معاها. ما هو بصراحه كده انا مش ناوي ادفع لكم فلوس تاني. اللي عايز يعيش لازم يشتغل. كله من خير ابويا. كل شيء وله اخر. بتروق يا معلم وهي باذن الله هتتهدي. العيال اهم. وانفضت راكبه دماغها يا معلمه. يبقى عندك العيال الصغيرين تحت امرك. ان شاء الله تاخدهم من دلوقتي. محدش هيهاوي بناحيه العيال. ايه؟ عافيه؟ سميها زي ما تسميها، لكن بالله العظيم اللي هيهاوي بناحيه العيال هسيح دمه. هقاو هقاو. انت قاعد انت خدامك علي بس سريع. خد الحتتين دول وديهم على المكتب بتاعي. ومن هنا ورايح مفيش سكوله. من هنا ورايح اخواتي مش نازلين. لا هينزلوا. امشي اخرج بره. انت بترفع عليا السلاح يا بنت؟ بنت مديتك. عيب يا نوسه. اخذي الشيطان يا بنت. مالكيش دعوه انت يامه. اتحرك يا خيخه. اتحرك ازاي يا معلم؟ ده فيه ده سلاح وسلاح شاطر يا راجل. فيا بقولك امشي جاري من قدامي. ارمي اللي في ايدك ده يا بنت. بنت مديتك كده يا نوسه. طيب ان ما ربيتكم هبقى احلقوا. اجيب لك موت. وقف. امشي الجر بره. بس بلاش لابو نقايا يا نوسة. هفضل معاكم لاخر يوم في عمري. وهننزل في المدرسه على طول لحد ما تبقوا مهندسين ودكاتره قد الدنيا. طوعني يا بيه. شربه الكوارع افشت لصحتك. يا اخي انا حر. لا مش حر. لا حر. حر ده ايه؟ الله ده حاجه غريبه قوي. إيه يا في ايه يا حضرتك؟ انا طالب شرب الفراخ. الاخ جايب لي شرب الكوارع. الله ما جبت له شرب الفراخ اللي هو طالبها ليه؟ وانا عاجل له فراخ. لما هجيب له شرب فراخ بالحاله دي يا بني ادم تجيب له شرب الكوارع لانها شرب فراخ وساعه ما يطلع انت ما تندهلي. اسمع محظوظه فندم. خير يا دودو. هو خير وبس. ده الف خير في بعض. الورق اللي خدتها مني امبارح
كسبت بريمو الألف جنيه. ست ام حنطوره تبقى ربته وحياتك يا اخويا. بقالي سنه عمال اكبره واسمنه عشان تذبحيه. لا عشان اتجوزه. يقوم يطلع خاين زي المرحوم جوزي الاولاني، يموت قصادك كده ويخلى بيا. معلش اسم ونصيب بقى يا ست ام حنطوره، يبقى جوزك واسم لغيرك. انا قلت يا حيطه الدارين انا والواد حندور، والمصيبه ان انا لسه النهارده الصبح غسله له بنطلونه بايديا دول. بنطلونه والبنطلون فين دلوقتي؟ فتش البنطلون، البنطلون فتش. البنطلون فاضي. بعد مش معقول. ما تدور كويس يا محظوظ افندي. انتوا بتدوروا على ايه؟ ام حنطوره. ايه؟ اصلا عايز انام. عنده حق. احنا دلوقتي مش فينا الكنطه ننام فيها. لا اسمعوا، الهيلتون جنبينا اهو. لا 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 يا عم، انا اللوكندات بتتعبني قوي قوي. طب هننام فين؟ هننام فين؟ انا عارف فين. Thank you.
مرحب بجدعان اسكندريه وزمايل اسكندريه. مرحب بيك يا معلم. والمعلم عاشور ماسك ايها منطقه في اسكندريه. الله معلمي انا ماسك المزاريطه وطالع. والمعلم منصور انا بقى ماسك الازاريطه وناس. والمعلم محظوظ انا بقى زي ما تقول كده طالع نازل. حلو يعني شغال احتياطي. يسلم فمك. حد من الزملاء يبلغ مرضي او يكون في اجازه سنويه انزل انا بداله. يا سلام يا جدعان، اسكندريه طول عمرها منتظمه قوي. النظام معلمي اهم حاجه في العمل خصوصا في مهنتنا دي. انا مش قادر افهم الحكومه ما تعمل لناش تامين وادخار ليه واحنا مش مهنه برضو. ما تخليك ساكت يا معلمي احسن يطلبونا بضرايب. وايه الخدمه اللي ممكن اقوم بيها؟ الله يا معلمي احنا اتنشأنا من يومين في اتوبيس 12. كلام ايه ده يا معلمين؟ ما كناش واخدين خوانا والبنت كانت حلوه تهوس. بنت مين؟ انا ما عنديش بنات في الخط ده. يكونش الواد ابو رجله بيستغفرني وبعت ناس من ورايا في المناطق بتاعتنا. والله جايز. كبسه يا معلم. كبسه. المتهمين على التخشيب يا عسكري. حاضر يا فندم. فوت قدام انت وهو وهو. ما تبحلقش. انت. التلاتة اللي عارفين نفسهم ينتظروا. استنى. اهلا وسهلا. اهلا بك يا شاويش. شرفت الجيش. الشرف لينا يا شاويش. وحشني وانت قصاد عيني. شاغلني وانت بعيد. بعيد وحدينا يا اغلى من ايامي. اهدي الصلص. انتوا فاكرين روحكم فين؟ في اضواء المدينه. اما عجايب والله. ثم انا يعني شايف بدل يعني ما تفضلوا رايحين وجايين تقعدوا معانا هنا على طول، وان شاء الله التخيبه بتاعتني هتعجبكم وتستريحوا فيها على الاخر. ايه رايك يا عاشور؟ يا ريت، اصل احنا معزومين على الغدا والله يا شويش. تيجي معانا؟ تيجي معانا؟ شوف يا ماما. اتفضلوا. اتفضلوا. اسمك يا مبارك ان شاء الله. انا مضطر امشي على طول يا حلوه احسن مراتي تشوفنا. انت بتخاف منها ولا ايه؟ انا ده انا الفيومي. باي باي. باي باي. ابقى كلمني اول ما توصل المكتب. اوكي يا روح قلبي. مع السلامه يا روحي. والنبي مركبه ولا احط رجلي فيه. عيب يا خالتي ما تكسفناش قدام البوابين. اخلص انت يا واد مالكش دعوه. يا ندمتي انا اركب قال هو العمر بعزقه. هو انت يا خالتي هتركبي الصاروخ؟ نورت العماره يا مدام. اتفضلي. وانت مالك انت؟ ايوه علي الطلاق لا تركبي. اها اها يلا خش بقى. يلا خش. يلا يلا يا ماما. يلا خش. يلا 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 خش. ايه 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 ايه. اتفضل يا سعاده البيع. اتفضل. متشكر. حضرتهم السكان الجداد الست ناديه والحلوين دول اخواتها الصغار والست الوالده وعلي بيه. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا اخ. حضرتك كامل بيه حلمي جاركم الحيط في الحيط. تشرف. الشرف لينا يا فندم. كامل بيه حلمي يكبر رئيس مباحث مكافحه النشل. نزلوني من هنا. نزلوني من هنا. نزلوني من هنا. نزلوني من هنا. مسلمين يزعل جت لها الازمه تاني. ربنا يفك الازمه. اسكت معايا. نوقف. نزلونا من هنا. نوقف. نوقف. نزلونا من هنا. شد حيلك يا ست هانم. ماما يا واد هو يا وقته زعل على ايه؟ واد سهل اصلا الحاله تستدعي نجيب دكتور. تصحيلي اتكلم في التليفون. لا 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 مالوش لزوم. احنا هنجيب دكتور العيله. دكتور العيله؟ ايوه عيله الدكتور. فوق يا ماما مش وقته. طب اسيب المدام تستريح واستاذن انا. متشكرين قوي. مع السلامه. لسه بدري. اتفضل. خدت اصحي. اصحي. متأسفة قوي على التعب اللي سبب نهولك. بين الجيران وبعضيهم مفيش تكليف. لكن قولي لي الأزمة دي جت للست الوالدة قبل كده؟
أزمة؟ أيوة أيوة. متهيألي أنت كمان لازم تستريحي لأن أعصابك تعبانة. أعمل إيه؟ دي والدتي اللي ماليش غيرها أنكل. أيوة أيوة. لا مؤاخذة، عاوز أقول يا كامل بيه. لا لا خليها أنكل، وإذا عوزت أي حاجة اتصل بيا. متشكرة قوي. ايه عامل عزل دي؟ اعزل ليه بس وراها ايه؟ لازم اعزل، تعرفي ان ما عزلتش لازم اموت نفسي. طب معلش هدي نفسي، وبعدين اتفاهم. اهدي نفسي يا خرابي، ما تسكنيني في كراكول وتقولي لي هدي نفسي. معلش معلش يا ماما. ابوس ايدك والنبي يا نوسه، ابوس ايدك، نعزم هنا. الله جرايه يا واد عالي. ايه انت كمان؟ غصب عني يا نوسه، اصل الدم ما بيبلش كده بعد ابدا. ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم لحد ما نروح لحلبة. ابوس ايدك يا سيدي. ده عزم ودي النبي حد هيعوضها، انتوا معاكم في العنايه. ده عزم ده عزم، مالكش ده عزم. انا مصدق حكايتكم، بس المفروض لما حاجة تروح منكم تبلغوا عنها البوليس، مش تحاولوا ترجعوها بنفسكم. صح يا سعد بيه صح، بس احنا جينا عشان نعمل محضر. الشاويش بخيمة مرضيش اهو. الكلام ده حصل يا شاويش؟ ما هو قصدي يا سعد. حصل ولا لا؟ حصل يا فندم. مرة تانية تعمل حاجة زي كده هحكمك بتهمة الإهمال في تأدية واجبات وظيفتك. اتفضل روح شوف شغلك. حاضر يا فندم. وانتوا بقى دلوقتي بتشتغلوا في؟ احنا بنشتغل، احنا صيع مالناش شغلة خالص. طيب خدوا القرشين دول خلوهم اياكم لحد ما ربنا يفرجها بشغل. لا مش فيه يا سعد بيه، احنا ما نقبلش احسان، اعتبروهم سلف. سلف ازاي؟ سلف ازاي واحنا ما نعرفش هنشتغل فين ولا هنحطهم امتى؟ عشرة جنيه. لا لا احنا مش عايزين العشرة جنيه، احنا عايزين نشتغل. الحقيقة انتوا مثل طيب للشباب المكافح الشريف، لان اي ناس مروا بظروفكم وعاشوا عيشتكم كان من الجايز جدا انهم ينحرفوا في طريق الشر. ولما تسألهم عملتوا كده ليه يقول لك كنا عايزين نعيش. ربنا ما بينساش حد يا سعد بيه. على حديكم كارت الواحد تقابلوه حالا وهو هيشغلكم كده. اه متشكرين يا سعد بيه. السلام عليكم. السلام عليكم. مع السلامة. ربنا يثبت اقدامنا بقى في الشغلانه دي. تعبنا تعبنا يا رب، تعبنا محظوظ قوي تعبنا. انا شكلي كويس كده قوي قوي مالكم؟ ها اوعى حد يغلط كده ولا كده نروح في داهيه تاني. يا ربنا يكرمنا ان شاء الله. مع السلامه. شد حيلك على الله. شد حيلك على الله. مع السلامه. ربنا يقويك، ربنا يقويكم ويديكوا الصحه يا رب. قد ايه مكالمتك اللطيفه ردت فيا الروح النهارده. قد كده بتحبني يا فيومي؟ بحبك بس ده انا قاعده مش شباب، انا بحبك، ده انا مولع، ده انا حريقه. فيوم اختش انا اهواكي. حاسس يا راجل الناس. طب قولي لي الشقه الجديده عجبت ماما؟ قوي قوي يا كتكوت. انت ولا ايه؟
هتعذريني يا انكل، دول لموا عليا ناس في الشارع وبهدلوني خالص. خلاص يا ستي انا هندهلهم هنا علشان يعتذروني. لا يا انكل ارجوك. ليه؟ انا هسامحهم بس مش عايزه اشوف وشهم ابدا. لا مش ممكن ابدا، لازم اجيبهم هنا يعتذروني. بكلام بلاش يا انكل بلاش. وبعدين في الليله اللي مش فايده دي هم اتاخروا كده ليه؟ لازم اعترفت وراح يجيبوا لنا فلوسنا على داير مليم. يا سلام ماشي. لازم. وليه ما تقولش انهم بيوضبوا لنا تخشيب على مقاسنا؟ يعني كان لازم تزعق وتقول حالة عاشور. لازم. طب انا عندي فكره تاني. انت يا جدع انت عايز تودينا الداير؟ وضح وديلك ان شاء الله. ان شاء الله. بس اسمع اسمع بس اسمع. لا انا ما لا 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 مش هنسمع. لا قلت حاجه. لا لا انت مش مضمون. خابت منك لو الهمس والتهامش ممنوعين داخل اجسام البوليس. وايه القصير قدامه الطويل وري. القصير مين؟ ايه ده؟ ايه ده؟ خد يا ابني التهور يا حبيب. خد يا انا. كان زماننا بناكل ديوكرومي. ربنا يخرب بيتها اللي سرقتنا يا رب. بس لو شوفها مره واحده احنا لازم ندور عليها في كل حته لحد ما نلاقيها وناخد فلوسنا. بس انتوا راسين حاجه. ايه؟ احنا لازم نشوف شغلانه نعيش منها بدل الصياعه اللي احنا صايعينها دي. حاسب برايا ده سونور. ايه يا نوسه؟ انت هتحوا عليا قد انا عارف انت بتتكلم على ايه. ايه اللي ماشيك ورايا من الصبح؟ اوامر معانا ومن ايه. طب انجهر من هنا، مش ناقصين شبهه. وانا ليا كلام مع المعلم بتاعك. مع السلامه. مع السلامه. Thank you.
جنيه، انا رطيف محرم بيه. تليفون 8-98-145، بتواجد في البيت من 6-9 ومن 9-12. وبالعكس، وحداني والوحدة عذاب. يا عالم ياهو، مالك؟ مفيش، اعصابي مضطربه يا ونيسه. بصي بصي من الحباب اللي بتشربه يا شيخ. حرام عليك، يبقى انا شفتها. بقولي ايه؟ انت مش اللي مش الشربات؟ ايوه النبي صحيح. طب مستنيه ايه؟ ما تروح تشتريك دسته ولا اتنين فيومي. ده انت تتحسد يا اخويا. هو عيب الواحد يفكر في مراته، حبيبته، روح قلبه، الأمورة، الكلبوزة. انت راجل عيب اختشي، بلاش الكلام ده في المحلات العامة. هلا طب يلا بقى أحسن، والله العظيم أرجع في كلامي. تعال ورايا. أعصابي مضطربة يا ونيس. بصي 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 بصي. اسمع. نعم. اقف استناني هنا عقبال ما ارجع، وياك تتنقل من مكانك. فاهم؟ فاهم فاهم فاهم. أنا الفيومي، 100,000 جنيه، وعمرتين في محرم بيه. تليفون 898-145، بتواجد في البيت من 6-9 ومن 9-12. وبالعكس، وحداني والوحدة عذاب. أنا الفيومي. يا صبر أيوب، تسمحي تاخد الكارت بتاعي؟ والمناسبة على سبيل التعارف. حيب ما يصحش. والنبي يصح. فيومي. الله يرحمه يا بنت، كان من أعز أصدقائي. تصوري يا ونيسة، العروسة دي تلع أبوها مات. لا يا شيخ، وده يخليك تعيط؟ كان صاحبي حبيبي، ما كنتش أعرف إلا دلوقتي. معلش يا عمي، ادي حل الدنيا. دنيا غداره ملهاش امان. انا ادي الكارت بتاعي اهو، اتصل بيا اذا عوزت اي حاجه. حاضر يا عمي. يا دنايا يا مسكينه، البقيه في حياتك يا حبيبتي قطيعه. مرسي يا طن. اتصل بيا يا بنتي ارجوكي، احسن احصل ابوكي. بعد الشر عليك يا عمي. اسم الله عليك يا حبيبتي، اسم الله. وشها زي طبق البنور، طفلة بريئة. دامي. مع السلامة يا عمي. الحاجة حلوة قوي. هما دول تقعدوا بيهم طول النهار؟ موسوم لغم والزباين مقشفرين يا معلمي. حلو قوي، كل واحد راجع لي ايد ورا وايد قدام. جايين تاكلوا من التكيه؟ فاكرينها ايه؟ جمعيه استهلاكيه؟ ما ترد. سلام عليكم يا معلم. اهلا يا نوسه، اتفضلي استريح. مش هستريح الا لما تقولي بعد صبيانك ورايا ليه في كل حته. اصل سمعت انك نزلت السوق. ودي فيها ايه دي؟ لحد كده ما فيهاش. خلاص نبقى حبايب. طب ودي يا نوسه، لكن بقى في اشاعه تانية بلغتني. ما تنورنا عشان نمشي معاك في الموضوع. بيقولوا انك عايزه تشتغلي لحسابك. دي حقيقه مش اشاعه. يا نوسه انا مصهين عنك علشان خاطر المرحوم والدك، خصوصا انه كان معلمي، والمثل بيقول من علمني حرفا صرت له عبدا. واحنا عتقناك، وريني بقى هتعمل ايه. هبني لك اوضه على حسابي في احسن سجن في الجمهوريه، وهوصلك هناك بايديا دول. نكته دي يا معلم؟ دي حقيقة يا نوسة. ها حلوة، ساعتها يا معلم هنكون جامعة احنا والسامعين. سلام. كده؟ طيب يا نوسة، يا نامتي في الشغلانة دي. ايه اللبس الحلو اللي انت لابساه ده يا نوسة؟ حلو ياما. قوي. وصل الشغل، يوم تلميذة ويوم ممرضة. ان شاء الله تتهني. مش ده المهم. قال ايه؟ المعلم ابو نقاية بيهددني وبيبعت صبيان ورايا في كل حتة. سيبك منهم، دول رمم. طب وديني وايماني انزل واخلي اللي ما يشتري يتفرج عليه. ملوش لزوم، احنا احسن حاجه نسيب الحته الفقره دي. مالها الحته يا نوسه؟ كل يوم كارثة بوليس، واللي قاعدين على القهوه عمالين يعدوا علينا الخطاوي. وبصراحه انا ما عادش يبسطني الشغل اللي عالضيق ده. نعم، انت هتتبطري بقى ولا ايه يا نوسه؟ ما اقصدش ياما. ما انا بتدافع ياما. الناس اللي بتركب الاتوبيسات دي ناس غلابه، عايزه اللي يديها، واللي تلاقي معاه قرشين تلاقيها سالفهم ياما وصلهم لحد. انما في ناس تانيه ريحة الفلوس بتفحفح من جيوبها،
وبتصرخ وتقول تعال خدينا يا نوسة. ودول هتلاقيهم فين يا اخي؟ ما لقيتهم خلاص. فهمتك يا حبة عين امك من جوه. وده ايه اللي في ايدك ده؟ ده والزبون هيعيشنا في العين. تعالي في حضن امك، تعالي في حضن امك. انا مش مصدق ان احنا نشتغل في السيما والناس تتفرج علينا. يا ابني ولا رشد اباظه، طول ما محظوظ معاكوا ياما هتشوفوا. انا هبقى اقطع تذكره كل يوم بثلاثة الساعه واخش اتفرج على نفسي. وانا كمان. التذكره دي يا جاي منك لو انت معتبرك كومبارس قد الدنيا، هيترجوك بتوع السينما عشان تيجي تتفرج ببلاش ونوفر ثلاثة ساعات للكشري. ايوه يا استاذ اتفضلوا. اهم يا استاذ. فين سونيا؟ سونيا يا استاذ. ايوه سونيا. سونيا. فاهمين هتعملوا ايه؟ فاهمين يا سعاده البيه. من ناحيه تطمن. ايوه اصلنا موهوبين. ايوه قوي. نغني ونرقص وكله. بس اتفضلوا. اتفضلوا. فين؟ خلي بالكم. فين الزفت؟ احمد يا زفت. ايوه استاذ. تعال يا زفت هنا. خلي بالكم المشهد ده، الست سونيا هتخرج من هنا كده اهو وهتمشي كده اهو. خلي بالكم هتمشي كده اهو، هيهجم عليها الزفت كده. فين الزفت؟ ايوه استاذ. هزفت ارفع سكينة اهو. لا 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 يا ابني، انزل بالسكينة اهو. ارفع سكينة اهو. ده راجل اهبل قوي. مش عليا. هات سكينة اهو. هات سكينة يا ابني. دي سكينة، دي صاروخ. السلاح يطول يا ابني. أول ما هتشوف سونيا السكينة هتروح مصرخها كده اهو يا داوودي. مش قلت لك مخلول؟ مخلول. تروح انتوا هاجمين عليه وماسكينه كده اهو. سيب الفانيلا، ده كله دوركم. مفهوم؟ مفهوم يا فندم. ها؟ مفهوم؟ مفهوم يا فندم. ايه ده، احنا في مدرسة. ست سونيا اتفضلي جوه. اتفضلي. وانت روح هناك يا زفت، خد الصاروخ. الصاروخ بتاعك. اتفضل ورا 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 ورا. هو ماله عصبي كده؟ استنى ما كده، استنى ما كده. ولا 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 ولا. بس موف اكشن. العالم يا اخوانا. ايه مختفي؟ مين دي يا راجل؟ معانا في الفيلم؟ الراجل ده حرامي. مفيش حد كداب. حرامي. كداب يا عم. كداب يا عم. ده انا لسه مديك الفلوس يا عطار. يا حضر الصور. يا حضر الصور ده كدابة. يلا كدابة. يا ابني دول منين؟ والله العظيم من عند ريجيسير. هي السينما باظت من شويه. السينما باظت من 4 سنين ما بشتغلش. طب انا ذنبي ايه؟ 4 سنين ما بشتغلش، دول هيخلوهم 10 سنين. صب اكشن موف اتحرك. كلاكيت كلاكيت كلاكيت. استوب. يا جسمي. يعني انت بقى ما لطشش المحفظه دي؟ انا النعمه شفتها دلوقتي. امال لقيناها بجيبك ازاي؟ صدفه. بالصدفه. صدفي. خلاص يا سيدي، انت كمان تاخد لك كام شهر حبس برضه كده بالصدفه. اهو ده صن. خد العسكري على التخشيبي. وده برضه صن. خد قدامك اللي بيتكلم. صن صن صن. وادي ده صن. ده صن. ده بقول لك صن. صن والله ابدا. صن والله صن. انا هبقى اكلمهم لك. ده صن على التخشيبي. انا عارف انت بريء. انت بريء. فهموني بس يا شوشات. فينك يا فهموني يا شوشات. يا شوشات. يا شوشات. يا شوشات. كمان سيدي النبي صلى الله عليه وسلم. ده انا جدع قوي. ده انا راجل جدع وكسير. اسمع ما اقول لك. ربنا يخليك. شوف الشرطه. في خدمه للشعب. في خدمه للشعب يا ناس. اسكت اسكت. طلع لك يا حبيبي. ايه المساله؟ انا اخد 5 جنيه في الدور ده. اما والله العظيم جاي من معصب. بكلم مين يا جدعان؟ بكلم جوز خالتي. شوش في مركز منوف. ما بعدين؟ حاضر. اتفضل يا ساعة البيت، استريح. اتفضل يا فندم. اتفضل يا ساعة البيت. ايه واقف ليه يا شويش؟ ايوه معلش يا فندم، ما يصحش يعني والله. ما تيجي تقعد تعالى. لا والله ما يصحش يا فندم. ما يصحش يا فندم. اقعد. خلينا نعرف نتكلم مع بعض. اقعد. اقعد.
في حاجة يا شوش؟ أصل الشبه مش غريب علي. متهيألي إن أنا خدمت مع سيادتك قبل كده. جايز يا ابني. ظريف ظريف قوي الشويش ده، ظريف جدا. فين المعلم شيح هيجي يشوف كرم الضيافة؟ شيح هو انتو في الزجوم سابت مبطلت منك لو؟ طبعا نزلك الله. ايه كشوي، ما انت كنت كويس يا اخي. اه ايه تشخف يا حضرة الظابط؟ بقى لابسين بيدا الرسمية علشان تزاولوا بيها اعمال النصب والاحتيال. ابدا يا شويش، احنا جايين نأدي للبوليس خدمة خطيرة جدا. وايه بقى الخدمة الخطيرة دي؟ الراجل ده لسه خطير. حرامي محترف سرق الست دي. وسرق منك ايه بقى الراجل دي يا ست هاني؟ سرق قلبي يا شويش. مليون المية. حاجة غريبة الحكاية دي. ليه؟ أصل المنطقة اللي اتعلقتوا فيها كلها رجالة، ما فيهاش ستات بيشتغلوا. كلهم وكالة؟ جميل. يعني لازم في يد غريبة دخلت المنطقة من ورا المعلم. معلم؟ من ورا المعلم؟ قول لي. إيه؟ البنت دي حلوة؟ أوي. تهوس. بنت الجنية 1000 جنيه حتة واحدة. اسمعوا. نعم. ايه؟ شوفوا بقى. انا مريح هنا سنة ونص. كويس. فانتوا دلوقتي تروحوا للمعلم تحكوا له الحكاية. واخد بالك؟ هو لما يعرف المبلغ مش هيسكت. طب وده هلاقيه فين دلوقتي؟ حد يكون الاسم والعنوان. عنوان مين؟ وهنخرج من هنا ازاي؟ يا التخشيب على العيل. اتفضل يا سعادة البيه المخرج. ميرسي. اتفضل. مخرج. مخرج مخرج. ايوه المخرج المخرج. ايوه استنى انا الاول. اكشن. من هنا يا سعاده البيه؟ من هنا. من هنا. محظوظ السعيد. بقى يا بيه مظلوم يا بيه. مخرج انت جيت. افتح هذا الضابط. افتح هذا الضابط. خد انت هو هدومك وخد سعاده البيه هدومه. هربت ويت. الله يخرب بيوتكم. بيوتنا. هي فين بيوتنا دي؟ ايوه اما تدول لهم بيت. انت دلوقتي بتدي على التخشيبه. سعاده البيه. نعم. احنا مستعدين نلبس ونخرج دلوقتي نكمل التصوير. تصوير؟ تصوير؟ لا انا ولا انتوا هنصور بعد كده ابدا. ابقوا شوفوا لي شغله معاكم. يلا بقى روح البسوا عشان تخرجوا. يلا نخرج. نخرج فين؟ نروح فين؟ ما يصحش يا شويش تديني ليه دلوقتي؟ احنا قاعدين نسليك لحد الصبح يا راجل. انتوا هتخرجوا ولا اعمل لكم محضر تشرد؟ لا مفيش لزوم، مفيش لزوم تتعب نفسك. اتفضل نخرج. يلا نتمشى. اهو على الاقل نهضم العشر بتاع اول امبارح. يلا يا سيدي بقى. خلاص خلصوني. هدومي. لا الهدوم. ما حلمك. لا 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 ده انت حلمك. بلاش الحركات دي. ما انا هقول لك على حلمك بس. نعم. على ما تشرب القهوه اجي افهم لك لحد عندك. قهوه؟ ايه من الصبح عمال تقول قهوه قهوه. يظهر زي الهدوم. اكشن. اتفضل. على فكره هنعمل ايه دلوقتي؟ انا عندي فكره. احنا نروح للمعلم ابو الايه ده ونترجاه شويه يمكن قلبه يحن ويرجع لنا قرشين من فلوسنا. لا نترجاه ولا حاجه، احنا هنهدده ونفهمه ان احنا نشالين كبار باسكندريه وعيب ما يصحش. ولاد الكار خنصروا من ضهره. وبعدين؟ هيدينا فلوس على ضرب الليل. يا ابن الجنيه. ده جن على فكره. جن مصور. جن. يلا بينا. ما تخلوها للصبح. ليه؟ كان في ورقه بجيب البنطلون قبل ما تختفيه. ما تعرفيش راحت فين؟ خد الورقه كله يا اخويا الواد حندوره وعلقه في ضل الطياره. تجارة. يبقى روحنا في داهية. ايوه انتوا مستربعين على الورقة دي كده. اصلها ورقة لوترية كسبانة البريمو. انت كريم يا رب. دلوقتي المهر جهز والعريس ملوش حجة. ابو الحياة.
يا حبي غالي ما تطريش. تعال تعال تعالي. هجيب لك غيرها، هجيب لك خمسه، خمسه غيرهم يا حنطوره. يا واد يا حنطوره، انت يا متنيل على عينك يا ولا، اسمع الكلام. سيادتي لمندوبي وكالات الأنباء العالمية في المؤتمر الأسبوعي فقال: أحب البلد وأموت في البلد يا واد حلو الطعم يا جميل يا جميل يا جميل. وهنا تشجع مندوبنا وسأله عن الجملة الخالدة التي يرددها كلما تقلت عليه محبوبته فقال: طلعت أحب نزلت أحب لقيت اللب أزأز دب طردت اللب وكلت الدب وفضلت أحب وأموت في الحب. وسع للطعم. تعال هنا قول ايه اللي ركبك الاتوبيس ده يا اخي؟ ما كلها اتوبيسات بس ده ما ينفعناش. ينفعني انا، يعجبني انا، يريحني انا. الوضع جرى له ايه؟ انا عارف يا اخي. يا اخي الناس جرى لها ايه؟ ما بقاش عندها ذوق ولا احساس ولا انسانيه. شايفين الست واقفه وبطنها مليانه، مفيش حد عنده ذوق يقف ويقعدها. طب وانت مالك يا اخي؟ مالي ازاي؟ دي مراتي. بقى القوية الطعمة دي تركب في الزحمة والبابي. لو عندي إطارة لركبتك طيارة جميلة. يا جميل انت يا طعم يا زريق. سلامتك بعد الشر. لا مؤاخذة. فضلي يا اختي عليها وعلى طعمتها وحلاوتها. تعال هنا رايح فين؟ ايه ايه مش بدور اتوبيس ده ما ينفعناش. لا يا حد انفع. ينفعنا وكالات الأنباء. باي باي مفيش رحمة مع الأصناف دي خالص. طب والنبي يا أخويا خليك حنين شوية على سمحدود، أحسن ده أنا وليا غلبانة وكفاية عليا جوز اللي راح. أنت فاكر إنه هيتجوزك بصحيح؟ أمال إيه؟ أوي بيقابليني ده ابن جنية. بونسوار مدموزيل أم حنطورة.
ونسوار يا اخويا ورحمه الله وبركاته. يا اختي ارض احفظي ما عليك. على فين يا اخينا انت وهو؟ سمعت حاجه يا عاشور؟ انا ما افتكرش. وانت محظوظ؟ سمعت كده زي ما تقول خرفشه فران. بقى انا صوتي خرفشه فران؟ عليا النعمه اكون مشرح. خد نفسك يا معلم وشوف بتكلم مين. هيكون مين يعني؟ ايوه لازم تعرف يا بتاع انت ان احنا نقدر نشتريك ونشتري 5 مطاعم سامه من بتوعك. ايوه ويكون في علمك اللي احنا ساكنين في بيتك من باب التواضع بس. اما تبطلوا تواضع وتعزلوا اما يجي لنا مزاجنا. انت زي مش عارف ان في البلد في قانون بيحمل بهوات المستاجرين الكحيتره زي حالتنا. خلاص ادفعوا الاجار وكون مقدم كمان. تفضل تفضل جوه. خد الايجار بتاعك على الصرمه القديمه وفوق 10% بشيش. تفضل 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 تفضل. تفضل يا معلم. لا زي بيتكم وانت قاعد. ايه رايك يا عاشور بيه انك تروح تشتري لنا 3 غدا من المطعم بتاع ال قصدك من المطعم بتاع الراجل اللي تعبه وبتاع. بالظبط بالظبط يا عاشور بيه. اهو النفع والسلام. تعرف يا منصور بيه انت وعاشور بيه انا سمعت انه عامل ابونيه مع الاسعاف بنقل المصابين من الزباين بتوعه باسعار متهاوده. مش معقول. لا انت بتشنع يا باشا. ازاي يا باشا ازاي؟ فتحوا له جناح في القصر العيني وكتبوا عليه لضحايا المعلم شيحه ابو كوارع. في بقى حاجه تانيه عاوز اقولها لكم عن المعلم اللي بتتكلموا عليه ده. قول كل اللي في نفسك تقوله يا معلم شيحه. عايز تقول حاجه يا شيحه؟ حضرته ناوي يقدم في المطعم بتاعه لحمة بني ادمين وعشان كده ناوي يخلص عليكوا ويستفاد بلحمكوا. يا خرابي الرحمة يا سيدي المعلمين. مفيش رحمة في دم في دم. مرحب بالرجالة. مش انا والنبي يا عم. انت ايه اللي مزعلك يا شيحة باشا؟ وانتوا قرود. اراك عاشور بي. احنا ما بنقصدكش، احنا بنقصد شيح الاول. ايه ثم كنا بنهزر معاك. ايه ما نهزرش؟ ما تزعلش بس يا معلم. ايه اللي انت عايزه بس؟ ولاد الهرم دول بوظولي المحل. ادفعوا لي تعويض واجار الاوضه وادفعوا هما متحنطين كده. ادي له حسابه يا باشا على داير مليم وفوقهم بوسه كمان. اديله اديله. اتفضل يا سيدي فلوسك اهي. ايه خد عشان تعبط. ايه يا باشا؟ حدي له فلوسه على الصرمة القديمة. طبعا طبعا. ايش حاجة؟ ايه ايه استنى استنى. افتكرت افتكرت. فين؟ هتاخد هتاخد فلوسك. هتاخد هتاخد فلوسك. هتاخد فلوسك مننا ان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله. منصور بيه انا اكتشل. يا الف نهار ابيض دول الف اهيا فيانوسه. انت الخشب يا عم. لكن قوليلي كنت خايفه بيني وبيني. في الاول كنت بتريح. ما هو دايما اول مره كده لكن بعدين قلبك هيبقى زي الحديد. ونبي يا امه. عيب دمك في زمانها كانت معلمه قد الدنيا وابوك الله يرحمه ما كانش فيها خف من ايده. لكن قوليلي الزبون كان معصلك معاكي ولا كان سهل؟ بيني وبيني كان سهل. طلع من اللي يقع من غمزه ويدوب من ضحك وعانى قبل ما انزل من الاتوبيس. كنت منفضه. ان شاء الله دايما اشوفك منظفه عبيده يا راجل. حالك يا امه. مفيش بعدين. هو ده كل اللي حصل. يعني انتوا اتنشلتم ورعت فلوسكم. بالظبط كده يا شويش. كيدي احب افهمكم بقى ان اني شويش مسجف، يعني من النوع اللي ما يندهكش عليه. هو احنا يا شويش ضحكنا عليك في حاجه لسه؟ هز خلاص منك له. انا اقول لكم اصل الحكايه بقى. المعلم شيحي طردكم تاني من الشغل وانتم بقى مش لاقين حته تناموا فيه،
فقلت نروح للشاويش مخيمر ننرفزه بكلمتين يقوم يحطينا في التخشيبي. انتوا ايه فاكرينها ايه اكنضي؟ لكن انا بقى بذكاوتي ومفهوميتي هفوت الفرصه دي. قلتوا ايه؟ قلتوا ايه؟ مع السلامه. مع السلامه. بري مع السلامة. يوم في شهر في سنة تندل وراحت وتنام وعمرت يا سلام معلشي. ربنا عوض عليكم مصيبه دودو. لو اعرف مين اللي سرقنا. ايه تعمل له ايه؟ قطعه حتت. هي مفيش غيرها. هي مين؟ مقلتليش تبقى مين؟ الحلو الاشقر. حمار ابيض. الحلو الاشقر. قصدك البنت بتاعت الاوتوبيس. اول ما الاوتوبيس فرمل حسيت بايدها بتنخبش في جيبه. ولما انت حسيت بايدها في جيبها تخس كت ليه يا غبي؟ كنت فاكر ان قصدها شريف. وبعدين بقى Thank you.
افندم ايوه خد ربنا يخليك يا سيد المعلمين، عايزين نعود الى العمل. احنا ملناش بركه الا انت يا معلم، احنا طول عمرنا خدامينك. طب كفايه بقى كده، احسن انتوا قطعتوا قلبي. يا سلام يا سلام، طول عمرك شهر والله يا معلم. وشجاع انسان انسان. وانا ازولك تعال سلم البهوات الشغل. اثبت انت والشغل جاي لغايه هنا.